رباعية وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي. الأهلي بيوصل للدور قبل النهائي للمرة 15 في تاريخه. يا بخت مصر بيك يا أهلي. الأهلي للمرة 15 يضرب موعد مع التاريخ لملاقات وفاق الصيف ويلحق بالترجي وأول أغسطس. الأهلي في أفريقيا، لو أنت مش أهلاوي اتفرج تستفاد وتتعلم، ولو أنت أهلاوي اتفرج هتتكيف وتتمزج. عمرك شفت تاكلينج يبقى اسيست؟ شفته مع الاهلي عن طريق احمد فتحي والهدف الاول. شفت قبل كده حارس مرمى يعمل اسيست؟ شفته الاهلي مع محمد الشناوي والهدف الثالث. نموذج النهارده بيأديه النادي الاهلي، مش لعيبه بس ولا جهاز بس، كمان جماهير. مباراه هي الاحلى والاحسن والاخطر وكل حاجه في كره القدم يقدمها الاهلي في سيمفونية رائعة جميلة، فيلم مستمتع جدا جدا وانت بتتفرج عليه. وليد سليمان سيظل هو رجل المباريات الكبيرة في كل المواقف الكبيرة. اتعلم واستفاد واتفرج وتمزج وتكيف وانت بتتفرج على النادي الأهلي. الأهلي ووفاق الصيف قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الأقدر والأقوى في القارة الإفريقية. نموذج جيد جدا 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 النهاردة. ألف مبروك كابتن حشيش. مبروك عليك يا عرب، ومبروك على الكباتن، ومبروك على النادي الأهلي كله، مجلس إدارة ولعيبة وجماهير. مباراة جميلة، استمتعنا كلنا بأهداف جميلة وبلعب جميل. اللعيبة كلها ما قصرتش في الملعب، كل اللعيبة كانت على المستوى المطلوب. سير المباراة كمان يعني كان موافقين فيه جدا. جون في الدقيقة 32 من بداية طبعا المباراة، وجون فيه بعد 10 دقائق من الشوط الثاني، هو ده اللي قتل المباراة. لعبنا بأريحية بعدها وقدرنا ان احنا نحرز الهدف الثالث والرابع، وكان ممكن اكثر كده. كلام جميل يعني، كلمه مبروك وكلمه مبروك هقولها ثاني لكابتن اسامه وكابتن اسامه واسامه اس اثنين، لكن كلموني انتوا الثلاثه، شفت قبل كده في حياتك تاكلينج يبقى اسيست؟ اهو ده النهارده مع احمد فتحي، ده التاكلينج اللي جه في الجول الاولاني على فكره، ده روح النادي الاهلي. هو ده الهدف. شايف العزيمه والاصرار بتاعت احمد فتحي وهو بيزحلق وبيحط الكره لاحمد حمودي، ولو معانا اللقطه اللي بعدها كابتن ساده هتلاقي احمد حمودي وهو رايح عشان يعدي من الراجل، لقيت احمد فتحي قام بسرعه مكمل معاه. هي دي روح الفينه الحمراء وروح النادي الاهلي، دايما سر المكسب دايما وسر عظمه النادي الاهلي. طبعا النهارده احنا بنبارك النادي الاهلي، بنبارك لجماهيره اللي دايما بتكون يعني عند حسن الظن في الميعاد المناسب، بنبارك لمجلس الاداره، بنبارك للجهاز الفني للعيبه، دايما شخصيه البطل بتظهر في الوقت الصعب. النهارده شخصيه النادي الاهلي ظهرت في الوقت المناسب، شخصيه اللاعبين والخبره الكبيره اللي عندهم ظهرت في الوقت المناسب. النادي الاهلي هو الافضل النهارده، هو اللي يستحق الفوز، كان الافضل في مباراه الذهاب ومباراه العوده. على مستوى الاستحواذ، على مستوى الفرص، مستوى الاهداف، كل حاجه نادي فنيا. ما تقلقش يا ابو الكباتن، النادي الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره. ودايما النادي الاهلي في مصر هو صانع الفرح. كلام جميل، مبروك كابتن اسامه. الله يبارك فيك يا سيد، ومبروك لكابتن حشيش وكابتن اسامه ولجماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني بقياده مستر كالترون والمساعدين. ننتمي للنادي الاهلي، مباراه كبيره جدا، وخاصه بعد الارتياح بعد الهدف الثاني. اللعيبه انطلقت انطلاقه غير طبيعيه من بدايه اللقاء، طبعا هم بدايه اللقاء حماسي من اوله لاخره، لكن الانطلاقه الكبيره جدا بعد الاطمئنان بعد الهدف الثاني، والاستمتاع بقى باللعب والتمريرات الجميله والوصول لل 18 بسهوله واضاعه اهداف واحراز اهداف، وكل الناس بصراحه كانوا ممتازين النهارده. حتى لما نيجي نتكلم فنيا بعد كده، بعض الناس كانت اقل نسبيا كبدايه لكن نهت كويس قوي، نهت كويس قوي، وفي ناس العكس شويه يمكن، وفي ناس طول المباراه يعني. فبصراحه مبروك للعيبه ومبروك للجهاز، وان شاء الله عقبال الانتصارات القادمه مع وفاء الصيف ثم النهائي ان شاء الله يوم 2 اكتوبر باذن الله. انت قول يا كابتن اسامه، اللقطه دي وحشتنا جدا يا كابتن اسامه، ان احنا نشوف جمهور النادي الاهلي بالعظمه دي مالي كل الاستاد، فلقطه فعلا وحشتنا. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه شوف كل مباريات النادي الاهلي بالشكل الحلو ده. انت كمان انا مستمتع بيك جدا النهارده، انت بعد ما المذيع مش عايز حد يتكلم.
سخن اللي بنعمله بالناس هيطلع علينا ولا ايه؟ اتفضل كابتن حشيش. طبعا مساعد مذيع. عايز احيي طبعا الجهاز الفني. كارتيرون طبعا خد طبعا من قبل كده طبعا شهاده اعتماده من جمهور النادي الاهلي كانت ممضيه. النهارده اعتقد ان بعد الامضى في ختم اداره المباراه على مستوى عالي جدا جدا، تغييرات في محلها غيرت من اداء النادي الاهلي للاحسن، عمليه روتيشن اللي معمول خلال الفتره اللي فاتت ما بين مباريات دوري متلاحقه وما بين افريقيا، وشايفين اللعيبه ما شاء الله 90 دقيقه واكثر من 90 دقيقه بتادي بنفس المستوى. عندنا ما شاء الله احمد فتحي يعني ظاهره غريبه لغايه اخر ثانيه عايز يبدا ماتش تاني، كل اللعيبه عندها الحماس والاصرار انها بعد الهدف الرابع عايزه كمان تحرز اهداف اكتر. حاجه جميله جدا، مباراه استمتعنا بيها احنا كلنا، اداره على اعلى مستوى من الجهاز الفني، اللعيبه كله بصراحه يعني ياخد العلامه الكامله، الاساسيين والاحتياطيين. بنتمنى طبعا مزيد ان شاء الله من الانتصارات، ووصلنا طبعا لدور قبل النهائي، وطبعا كل ما بنقرب الدنيا بتبقى صعبه شويه، وفي فرقه انا بعتبرها فرقه غلسه برضو غزيله اللي هنقابلها. اوكي. جمهورها هنستعد، خلينا نفرح طبعاً النهارده وبعدين طبعاً نفرح النهارده وبعدين نستعد لوفاق الصيف، مفيش مشكله خالص. يعني احساسنا في ملعب الاهلي بيبقى عالي شويه، لما قلنا رباعيات الاهلي ما كانش رباعيات الخيام، كانت رباعيات الاهلي في افريقيا ومحليا وافريقيا، فكان امبارح الكلام ده، مش كان امبارح يا جماعه؟ كان امبارح. فكان عندنا احساس ان في فرقه جديده هتضاف لاخواتها، يعني ضحيه من ضحايا رباعيات الاهلي. حريه الغيني اللي ما خسرش ابدا في ال 11 مباراه اللي اتلعبوا في افريقيا اللي خاضهم غير مباراه واحده بس، فرق هدفين كان مع الوداد، النهارده بيخسر قدام النادي الاهلي بربعيه. مش صدفه ولا ضربه حظ، لا، باداء هايل جدا، حماس، تنظيم، دفاع، هجوم، التزام. يعني يمكن انا وانا بدور على مين رجل اللقاء في دماغي يا كابتن اسامه، جه في دماغي وليد سليمان، وبعد قلت هظلم احمد فتحي، جه في دماغي هشام محمد هايل النهارده، قلت هظلم حسام عاشور، قلت هظلم ايمن اشرف، قلت هظلم علي معلول، قلت هظلم وليد ازارو. يبقى زي ما قلت لك الفرقه كلها في قبل مكشوف عندك الحجاب، واحنا بنقول اسماء قلت لك الفريق كله النهارده مكشوف، لكن الاهلي لعب صح قوي يا كابتن اسامه. مفيش شك، اداء رائع. قلت لك البدايه كانت بضغط كبير زي ما احنا قلنا، لان الفرق الافريقيه بالذات في وجود الجماهير كمان بيحصل قلق لما بتلعب بضغط. طب احييهم، معلش انا مش عايز اقطعك، بس احييهم. طبعا هم قدوا جمهور الاهلي، لو كان في لعيبه الاهلي مثلا تستاهل 9 من 10 او 9.5 او 10 من 10 في بعض اللعيبه او كل اللعيبه، جمهور النادي الاهلي النهارده هو 10 من 10 من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. قدم حاجه رائعه في كره القدم، ممتازه، قدم يعني حاجه حلوه قوي، المسانده والمؤازره وعدم الخروج من اي نوع وباي شكل من الاشكال، وكانها البدايه. عايز يقول انا كمان بقدم بدايه حلوه قوي 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 لكل الفرق، مش للاهلي بس، ان اللي كل واحد يلعب على ارضه، كل واحد في الحته اللي هو متعود عليها، يلعب في استاد القاهره ب 60 و70 و80 الف متفرج لو متاح. احنا عندنا يعني جهازنا وجهاتنا الامنيه والناس اللي موجوده زي ما قال لنا كريم احمد، مفيش تسهيلات احسن من كده، مفيش يسر احسن من كده. اسمع، طيب اسمع، ده اللي بعتلنا في الاستاد، اسمع بيقول ايه. ده موبايل زي ما قلت للناس ونشدتهم ان اللي موجود في الاستاد يبعت لنا، وانت كمان لو موجود في اي مكان ابعت لنا، وبكره اهلاوي مستمره، بكره اهلاوي زي ما قلت لك، انت اهلاوي يعني صور نفسك، صور اسرتك، صور بيتك، صور ولادك، شهر شهرين، خمس شهور، سنه سنتين ثلاثه، هتحس بحاجه حلوه، وزي ما بتامن ولاد مستقبلك تعليميا وماديا كمان نفسيا، بجد هتلاقيه مبسوط كده لوحده، يقول لك انا عندي قبل نهائي، عندي نهائي، مبسوط. الناس تساله انت مبسوط ليه؟ يقول لك معلش اهلاوي شويه يعني، تعود على كده، النفسية مطلوبة. أحسن ما تسيب لهم فلوس، سيب لهم لا 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 لا، فهير كان ليها دافع السحر زي ما متعودين من جماهير النادي الأهلي الكبيرة،
فالاداء كان زي ما قلت لك كان حماسي جدا وقوي جدا من البدايه، وان كان في بعض التوتر والاستعجال، لكن بعد توقيت الهدف بتاع وليد سليمان ابتدى الاداء يرتفع تدريجيا تدريجيا لغايه الهدف الثاني اللي جابه بحرفيه اسلام محارب وتمريره من وليد سليمان. الاهلي سيطر بقى تماما على اللقاء، وابتدى الياس يدب في فرقه حوريه الغيني، والنادي الاهلي سيطر تماما، وتالق بقى من اكتر من لاعب او الجميع، يعني انت قعدت تذكر واحد واحد، لكن طبعا على راسهم وليد سليمان نجم اللقاء الاول، واحمد فتحي يمكن ربنا كمان كلل جهوده، وهو وليد كل واحد جاب هدف، واحمد فتحي نهى بالرباعيه مع بقى زمايلهم كلهم اللي ما حدش فيهم اثر خالص، وكلهم كانوا مميزين. علي معلول تمريراته العرضيه خطيره جدا، فاولات، الكرات اللي متحركه، اسلام محارب انطلق جدا بعد الهدف، حمودي عمل الهدف الاولاني حلو جدا، وليد ازارو حاول كتير جدا لكن التوفيق كان غايب عنه، لكن يعوض في الماتشات المهمه اللي احنا كسبنا، يعوض في الماتشات الجايه. هشام محمد النهارده رائع، حسام عاشور عامل دور هايل هو وهشام، رغم ان الرباعيه بتخلي الناس عينيها بتروح اكتر للناس اللي بتجيب اجوان والناس بتلعب في التلت الامامي، لكن الاثنين قاموا بدور كبير. ايمن اشرف كان رائع جدا ومن الماتشات اللي عملها كويس ايضا كل بالي، والشناوي برضو من الماتشات اللي عنده فيها ثبات، ومسك اكتر من كوره صحيح بتمكن وتوقيتها كمان كان مهم، وتوقيتات، فمباراه فعلا رائعه من المباريات اللي تستمتع بيها بكميه الاهداف والفرص اللي راحت بالذات الشوط الثاني. طيب كابتن اسامه، انا عايز اتكلم على الاهداف يا كابتن سيد، يعني اتكلمنا على الهدف الاول والروح القتاليه بتاعت احمد فتحي واصراره، اعرضها يا سمير، اعرضها، وهو بيزحلق وهو بيعمل الكره لاحمد حمودي، واحمد حمودي بيروح بيرقص الراجل في 18 وبيعملها بالعرض، وليد سليمان بيحط بوش رجله اليمين. اهي يا كابتن اسامه، ده الهدف الاول، وطبعا يعني فيها روح قتاليه عاليه جدا من احمد فتحي، تميز من احمد فتحي فيها. الهدف الثاني جه عن طريق وليد ازارو لما عمل الكره بالعرض من ناحيه اليمين، الكره راحت على الزاويه البعيده لوليد سليمان، وليد سليمان وضع جسمه يعني التشريحيه ما كانش مظبوط. بنروح للهدف الثاني، معلش انا اسف، احمد حمودي كمان عمل حاجه حلوه قوي في الجول الاولاني، عدى من الراجل يعني مهاره عاليه جدا، وعملها الوليد سليمان رافع عينه وشايف الراجل في اعداد كبيره في فرقه حوريه الغيني، عملها للاحمر وليد سليمان، وليد سليمان استلم وشاط برجليه اليمين، فيها برضو مهاره عاليه وسرعه تسديد يعني في وسط الزحمه دي، فده كان من الاهداف اللي فتحت المباراه. واحنا قلنا اهميه المباراه دي انك تستغل الفرص مبكرا، تقدر تفتح لك المباراه وتسهل لك الدنيا. النادي الاهلي كان مستحوذ وقتها وكان بيروح وبيضيع، لكن الهدف ده جه في الدقيقه 32 فبدا يدي حتى الثقه للعيبه بتاعت النادي الاهلي. الهدف الثاني عن طريق وليد ازارو عملها من ناحيه اليمين، الاهداف مش معانا، لكن انا عايز بقى ابين مهاره وليد سليمان وخبره وليد سليمان، الكره ما راحت على البعيده وراح لها، الطبيعي ان هو جسمه مش معدول يوقف الكوره، لا ده عملها بوش رجله، لف وسطه، عملها من لمسه واحده لاسلام محارب اللي جات له حطها في الزاويه البعيده، فبرضه هدف فيه مهاره. الهدف الثالث هدف بقى الهجمه المرتده السريعه، الشناوي مسك الكوره لعبها ناحيه اليمين بسرعه لوليد سليمان، لوليد سليمان لمسه لصلاح محسن، صلاح محسن راح، طبعا هو الافضل انك تعملها بالعرض، لكن هو شاف انه فاضي احسن، حط وش رجله بقوه راحت بهدف، ده برضو من الاهداف السريعه الحلوه في المباراه. احمد فتحي كان الهدف الرابع بتاعه هدف مميز برجليه الشمال، وليد ازارو وانتو مع وليد ازارو، هدف برضو مميز طبعا من احمد فتحي برجليه الشمال عكس اتجاه الجول. لكن في حاجه برضو يا كابتن سيد لما تشوفها مع تسجيل كل هدف، شوف شكل الدكه بره، شوف شريف اكرامي اللي بقاله فتره ما لعبش، شوف النهارده هو فرحان وبيقوم بيحتفل بهدف اسلام محارب، شوف مؤمن زكريا اللي بقاله فتره ممكن مش موفق، بقاله فتره ممكن ما بيلعبش وبيلعب على فترات، شوف هو بيحتفل مثلا بهدف صلاح محسن او اسلام محارب، فده يديك ان فرقه النادي الاهلي الروح الجماعيه والحب ده هو اللي بيصنع دايما البطولات وبيصنع دايما المدرب نفسه المدير الفني كارترون ده راح سلم على اللعيبه كلها، اللقطه اللي في اخر المباراه كارترون وهو بيسلم على الجهاز الفني، بيسلم على اللعيبه، بيسلم على العمال كمان اللي واقفه، فده يبين لك مدى الروح والحب اللي بين الجهاز واللعيبه والعمال، فده هو سر انتصار النادي الاهلي، دايما الحب والروح الجماعه دي هي دايما اللي
بتخلي النادي الاهلي دايما يعني رقم واحد. اتفضل يا كابتن حشيش. عايز اقول برضو ان يعني زي ما توقعنا في البدايه الفريق الغيني هو اللي بادر النادي الاهلي بالهجوم وضغط على لعيبه النادي الاهلي من بعد دايره السنتر في كل حته في الملعب، ودي يمكن عملت ازمه شويه للنادي الاهلي في عدم الاستحواذ اللي يقدر يبني عليها هجمات. عشان كده انا بقول وعملوا كذا فرصه خطر، ويمكن في جون حتى جه تسلل، يعني كان الفريق ضاغط وبادئ من البدايه عايز يمتص حماس النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. عشان كده بقول لك ان الجون لما جه في الدقيقه 32 بتاع وليد هو ده بدايه التغيير بالنسبه لشكل النادي الاهلي. ابتدى ضغط النادي الاهلي يبان، ابتدى الفرقه الثانيه تقلق شويه من ضغط النادي الاهلي، ابتدى حتى احمد فتحي يكمل، معلول يكمل من الناحيه الشمال، الضغط كان كبير جدا من النادي الاهلي، عملوا اكثر من فرصه في اخر 10 دقائق في الشوط الاولاني. الشوط الثاني لما بدا بعد 10 دقائق النادي الاهلي بيحرز الهدف الثاني في توقيت مثالي، بيهد الفرقه الثانيه، بتلعب بانطلاق، بيتخلق مساحات. من هنا بقى بيبان دور التغييرات اللي عملها كارتيرون، ان هو اول تغيير عمله كمان عايزين نشيد بيها طبعا اللي هو خروج حمودي ونزول صلاح محسن، لعبه تحت. دي اول لمسه تقريبا لصلاح محسن. بالظبط كده، لعبه تحت ازارو ولعب وليد ناحيه اليمين، واستغل طبعا المساحات لان الفرقه الثانيه ابتدت تهجم، طبعا مش باقي على حاجه، ابتدت تهجم. كذلك برضو تغيير وليد سليمان لما يعني وليد بقى حاسس ان خلاص وليد استوى فعلا. مجهود كبير جدا جدا عمله، نزل مجهود كبير هايل يعني. طبعا زي ما توقعت برضو وليد نجم المباراه ورجل المباراه. تغيير طبعا الثالث برضو اسلام محارب، حس ان هو قدراته قلت في الاخر فحب ان هو يزود نصف الملعب باكرم توفيق مع هشام ومع عاشور. طبعا هشام وعاشور عملوا دور كبير جدا النهارده، هشام ممتاز النهارده، والاثنين يعني ما حدش حس بيهم فعلا. السهل الممتنع، تغطيه ورا فتحي ورا معلول، كانوا الاثنين هايلين. لو هنتكلم على الديفنس، ايمن اشرف في الماتشات الجميله اللي لعبها، كولوبالي ده العادي بتاعه، سلسله تالقه بالمستوى الثابت بتاعه، احمد فتحي طبعا يعني انا مش معقول مهما هقول عليه يعني. حاجه مش معقوله يعني، وجول دفاع وهجوم لا، وبيلعب على احسن واحد عندهم. بالظبط كده، بيلعب على مجله احسن واحد عندهم، ودي حاجه مهمه. ومع ذلك يعني توقعت ان هو ممكن يقل شويه من الناحيه الهجوميه، لا بالعكس كان في كل كره مشارك، ويمكن احنا شفناه كان ظاهر اكتر في الناحيه الهجوميه اكتر من معلول. شناوي ماتشاته الجميله اظهره برغم عدم احرازه للاهداف، انما جري كميه جري وسبرنتات وصوب على المرمى وعمل اسيست. هو عامل مساعد في الاسيست اللي هو الثاني في الجول الثاني، الاسيست اللي في الجون الثاني مظبوط. عايز اقول لك ده الجون الثاني ده نموذج، هشام قطعها وبعدين ثلاث لمسات راح ناحيه اليمين خالص ازارو ولعبها بالعرض لوليد وليد سليمان، كل ده لمسه واحده، لمسه واحده. اسلام محارب لمسه واحده، وليد سليمان لمسه واحده، اسلام محارب لمسه واحده، هدف هدف يتدرس. برغم ان هو ما جابش اهداف ازارو، انما كان من نجوم المباراه في كميه الجهد والمشاكسه طبعا في الاثنين المساكين. يعني انا شايف الفرقه كلها، شوف اللعيبه كلها بصراحه كانت النهارده عند حسن ظن الناس بيها والجهاز الفني، وقدوا مباراه يستاهلوا النتيجه الجميله دي اللي يطلعوا بيها ان شاء الله للدور اللي بعده، هم يعني مخوفين الفرقه الثانيه. روح الفانيلا الحمراء يعني هتلاقيها دايما، مش هتلاقي اي الوان ثانيه، هي روح الفانيلا الحمراء. 11 راجل في الملعب، يلا عم سمير. 11 راجل في الملعب،
اساسا يعني. قال لي عندي ارقام، اتفضل يا سيدي. لا اتفضل مفيش مشكله. كاميرا هنا بقى، اتفضل يا كابتن. النهارده بنتكلم على كالترون، طبعا لازم نديله حقه. اوكي. ادار المباراه يعني بحرفيه من بدايه التشكيل حتى التغييرات زي ما كابتن حشيش اتكلم عنها. فالنهارده كالترون بيعمل رقم قياسي جديد بقى. النهارده لعب حوالي 6 مباريات في بطوله افريقيا. فوز في 5 مباريات وتعادل في مباراه، ولا خساره في مباراه. لو كنا مع المباراة فوز على تاونشيب في ماتشين، فوز على الترجي في تونس، فوز على كمبالا سيتي في القاهرة، تعادل مع الحرية الغيني هناك، ومكسب هنا فوز 4 على الحرية. فالنهارده ده رقم قياسي. لو احنا شفنا كل المديرين الفنيين اللي تولوا اول 6 مباريات مع النادي الاهلي في بطولة افريقيا، هنلاقي ده اكبر رقم لكالترون. فاحنا لازم النهارده كالترون طبعا نديله حقه. كانت الناس يعني في فتره من الفترات كانت بتشكك في قدرات كالترون وان الاداء واداء النادي الاهلي، لكن النهارده بالارقام لكن بالارقام الراجل محقق النهارده يعني ما شاء الله بطوله افريقيا، بيوصل الدور قبل النهائي النهارده، اداء نتيجه حاجه يعني حاجه كويسه جدا. في الدوري كمان ان شاء الله لما يرجع النادي الاهلي يستعيد برضو الدوري، هنلاقيه متصدر ان شاء الله. يعني في كل البطولات اللي هو مشارك فيها، في كل المباريات اللي ادارها. صحيح. برغم الاصابات النهارده كابتن سيد برضو لو اتكلمنا، ده في عناصر مهمه جدا غايبه النهارده. لما بتلاقي عنصر ولا اتنين غايبين من الفرقه بيأثر على الفرقه، لكن النهارده لما تقول سعد سمير ومحمد نجيب في خط الدفاع واتنين مهمين، عندك ميدو جابر وناصر ماهر، وعندك مروان محسن، عندك اجاي السوليه، لا ده فرقه ثانيه غايبه. النهارده انت بتقدر تجهز البديل او تتم الدفع بعناصر تانية، لا تحسب طبعا الكالترون النهارده. ما تنساش برضو ان هو لو تلاحظ في المؤتمر الصحفي ما بيسالوه عن الغيابات. قال لك انا يعني كان هو واقعي جدا. بالظبط كده. انا عندي لعيبه كلها كويسه وفرصه ان انا اجرب اللعيبه اللي هي ما بتلعبش. وفعلا انت في حاجه مزعلك؟ لا تخش معانا في الكلام. تخش في ايه؟ مش لازم واحد بيتكلم احترمه. لا حد مزعلك بجد؟ لا مش واحد بيتكلم لازم احترمه. ماشي يا مكرم، اتفضل. فطبعا يعني فعلا عمليه الروتيشن اللي بيعملها خلال مباراه الدوري النهارده، الناس اللي بعيده ونزلت تلعب ما تحسش ان في فروق بين الناس اللي بتلعب على طول والناس اللي لسه نازله الملعب، كله في مستوى واحد، لياقه بدنيه ولياقه فنيه واحده، فدي حاجه تحسب لكارتيرو. طيب يعني برضه عشان الارقام خليني اقول لك شويه حاجات كده. الاهلي في افريقيا والافرقساوي جايب 107 جايب 507 هدف، 507 هدف. هدف وليد سليمان النهارده كان رقم، الهدف الاول لوليد سليمان كان رقم 500 في بطوله افريقيا بشكل عام. الاهلي في الافرقساوي وافريقيا 507، لكن في افريقيا بس الاهلي في الافرقساوي جايب 4 اهداف، وافريقيا بس 503، فلو ضفت الاثنين على بعض يبقى 507. بس هدف وليد سليمان النهارده كان هدف رقم 500. الهدف الاول طبعا في بطولات افريقيا كان جابه كابتن محمود الخطيب في 11 يونيو 76 مع مولودية الجزائر، اوكي؟ المباراة انتهت 1-0. الهدف رقم 100 جابه حسام حسن في شباك الإسماعيلي، على فكرة الإسماعيلي النهارده خسر 3-1، وممكن يبقى حمزة الجمل هو المدير الفني الجديد للإسماعيلي، ممكن. الهدف رقم 200 جابه علاء إبراهيم في فيتالو اللي هو بطل بروندي. الهدف رقم 300 جابه عماد متعب في مرمى شباك أسك بطل كوديفار في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2006. دي في البطولات كلها يا سيد. في البطولات يعني كلها. ابطال كؤوس وكل كله. الهدف رقم 400 جابه احمد عبد الظاهر في شباك توسكر الكيني. الهدف رقم 500 جابه وليد سليمان. لا الهدف 500 وليد سليمان النهارده. النهارده. اوكي. صح. طبعا الهدافين كابتن محمود الخطيب 37. صح ماشي كده، انت مش من زعلان ولا حاجه. كابتن محمود الخطيب 37، محمد ابو تريكه 32، عماد متعب 28، ومحمد بركات وفلافيو مظبوط، محمد بركات وفلافيو حسام حسني مفيش حاجه 18، حسام حسني 11. لا يبقى كده انا لك حسام حسني 12، انت قلت لي 11. في هدف جبته انت مش حاسبه بتاع كان في السوبر الافريقي كان قصاد طيب مش محسوب. طيب على العموم يبقى في البطولات كلها الاهلي جايب 507 هدف، سواء كانت ابطال افريقيا ابطال الدوري في افريقيا او ابطال الكوس او الكونفدراليه بكل مسمياتها. الاهلي جايب 507 هدف بالافرقساوي، لو شلنا الافرقساوي يبقى الاهلي جايب 503 هدف. طبعا النهارده واكثر وصولا للدور قبل النهائي 15 هدف، طبعا يعني
كنا نعملها ليله سعيده على كل اهلاويه، وهي بالطبع كده وبالفعل كده، لكن طبعا تبقى وفاه كابتن عادل هيكل محجمانه شويه بالتاكيد يعني، فعشان كده. لكن في النهايه طبعا الاهلي قدم مباراه رائعه جدا جدا وممتازه جدا جدا جدا. كابتن اسامه، السعاده حلوه والفرحه جميله والانتصار ممتاز وكل حاجه، لكن في عوامل ادت لكده، التزام لعيبه، خطوط متقاربه، ضغط منتظم، فهم، تجانس، ترابط. اتكلمنا بقى يا كابتن اسامه في النهايه بقى. مفيش شك ان النادي الاهلي من المباراه الاولى اساسا النادي الاهلي كان يكسب هناك واضاع اكتر من فرصه، فكان واضح من مباراه حريه في كوناكري انه النادي الاهلي افضل فرديا، النادي الاهلي افضل جماعيا. ويمكن احنا اتكلمنا في الاستوديو، صحيح كنا متخوفين نسبيا من المفاجآت، ولكن واقعيا كنا بنقول النادي الاهلي هيكسب اكتر من هدفين، او يعني هيبقى في حصيله اهداف، لانه في مشاكل في خط الدفاع الحريه الغيني مع مهاره طبعا وامكانيات لعيبه النادي الاهلي سواء الفرديه او الجماعيه. فمن المباريات النادي الاهلي اداها بحماس وروح قتاليه عاليه جدا من اول اللقاء، من اول دقيقه لغايه الدقيقه الاخيره، حتى في الاوقات النادي الاهلي ما كانش بيلعب فيها بشكل جميل في الفتره الاولانيه قبل ما وليد سليمان يجيب الهدف، بعض اللعيبه ما كانتش في الحاله العاليه ولكنها كانت روحها القتاليه عاليه، فده من عوامل الفوز الكبيره، الروح العاليه جدا من كل اللعيبه. الحاجه الثانيه، التنظيم في اللعب كان جيد جدا النهارده مع الهجمات اللي كنا بنعملها، سواء في الشوط الاولاني كانت اقل طبعا، الشوط الثاني الفرص والاهداف اكتر والوصول لمرمى حريه الغيني اكتر بكتير من الشوط الاولاني. تنظيم جيد جدا من كل اللعيبه، الوقفه بتاعت حسام عاشور وهشام في لحظه انطلاق معلول وفتحي، ده كله ده شغل جماعي. التكمله اللي احنا قلنا عليها اللي كانت واضحه حتى في الاهداف، قلنا من بدايه اللقاء لابد ان وليد سليمان واسلام محارب وحمودي يكون لهم دور كبير جدا مع ازارو في التكمله الهجوميه وفي استغلال الفرص، وده فعلا تحقق النهارده. وليد سليمان قبل الهدف دخل ال 18 اكتر من مره وعمل محاولات لغايه لما ربنا كرمه جاب الهدف. نفس الشيء اسلام محارب، الكره الهدف الثاني معلول هو اللي خارج بره ال 18، اتلعبت بالعرض لوليد لاسلام محارب، اثنين جايين مكملين وليد سليمان واسلام محارب. فالتنظيم كان جيد جدا سواء في النواحي الدفاعيه سواء في التلت الامامي، والتكمله الجيده جدا من الثلاثي اللي هو كان خلف ازارو، فكل ده تنظيم جماعي، ده من عوامل الفوز. استغلال الفرص، يمكن النادي الاهلي اضاع مثلا فرصه او فرصتين قبل الهدف، يعني شبه فرص. الثالثه في فرصه اللي هي لا يعني وليد سليمان دي في صور حقيقيه، مش في فرصه ولا حاجه، وليد سليمان وحمودي وليد ازارو اتشاط وترجع اتشاطت ورجعت، دي اكثر فرصه طبعا صحيح. قبل الهدف، لكن انا اقصد انه ما كانش في عدد فرص كبيره، لكن الاستغلال كان الامثل. الهدف سهل لك كمان بطريقه بعد كده سهل، لكن انا اقصد كان استغلال امثل من اقل فرص في الشوط الاولاني قبل الهدف، قدرت تجيب الهدف بعد كده الموضوع اتفتح كتير قوي. فكنا اتكلمنا على استغلال الفرص، فده برضو من عوامل المكسب. فكان في تنظيم جيد، في روح قتاليه عاليه، وده النادي الاهلي طول عمره، حتى في النواحي الفرديه لما نتكلم على هدف احمد فتحي، لما نتكلم على بعض الحاجات اللي حصلت من بعض اللعيبه، لكن في نقطتين النادي الاهلي بيرتكز عليهم تملي في معظم ماتشاته. الإصرار والحماس الكبير والروح القتالية العالية، احنا بنقول عليها روح الفانيلا. ثانيا التنظيم الجماعي، وده كان واضح جدا وكانوا من أكبر عامل الفوز النهاردة يعني. طيب كابتن أسامة حسني، وليد سليمان زي ما أنا قلت في البداية هو لاعب المباريات الكبيرة، شخصية عظيمة جدا جدا يعني، تلعبه رقم 10 في الملعب ما فيش مشكلة، تلعبه نص الملعب ما فيش مشكلة، تلعبه جناح أيسر ما فيش مشكلة، تلاقيه في المباراة التمهيدية يعني راجل بنفس الأداء،
بيدافع بنفس الاداء، تلاقيه في المباراه النهائيه، في المباراه قبل النهائيه، في المباراه المحليه، في المباراه الافريقيه نفس الاداء. انا هدي لك ارقام لوليد سليمان وحضرتك تتكلم عنه. وليد سليمان يعني مكسب كبير للنادي الاهلي، مكسب في شخصيته، حتى الشخصيه بتاعته منقوله للعيبه. هو دلوقتي يعتبر من كباتن الفرقه، كباتن الفرقه بادائه في الملعب، بالحاجات اللي بحققها داخل الملعب. وليد سليمان ليه دور مهم جدا في النواحي الهجوميه. النهارده في الهدف اللي بيحرزه، النهارده في الاسيست التاني اللي بيعملها الاسلام محارب. فهو دايما شخصيه اللعيب الكبير اللي عنده خبرات بتبان في الوقت الصعب. النهارده وليد سليمان في دور زي دوت قدام فرقه كويسه ظهر النهارده شخصيه. طب اقول لك ارقام يا كابتن وحضرتك تكمل. يعني هو لعب 75 دقيقه، جاب جول، عمل 2 اسيست النهارده، 2 اسيست بتاع صلاح محسن بتاع واسلام محارب، صنع هدفين طبعا اللي هو زي ما ذكرتهم، وصنع محاولات فرص 3، محاولات عامه 4، دقه تمريره كانت 25، اخطاء له 5، تاكلينج صحيح 1، الفوز في 75 من الالتحامات، تسديدات على المرمى برضو، وتسديدات على المرمى بس ما كانتش يعني دقه المحاولات يعني، يعني معظمها الشوط ما كانش الشوط قبل ما يعمل الجول او يجيب الجول ما كانش عالي قوي. اتفضل يا كابتن. لا وليد سليمان طبعا لعيب مهم جدا فرقه النادي الاهلي، حتى النهارده ظهرت خطورته في دايما في الربط بين الخطوط. النهارده حسام عاشور وهشام محمد لما بيرفع عينه بيلاقي وليد سليمان دايما هو اللي بيحل في الناحيه الهجوميه. دايما كان برضه حلقه وصل ما بين نص الملعب وما بين المنطقه اللي قدام الدور اللي كان بيقوم به ناصر ماهر، هو النهارده اداها بشكل كبير جدا. كان دايما بيتحرك عكس وليد ازارو. وليد ازارو طبعا النهارده عمل مجهود كبير، يعني ما فيش مش موفق في احراز الاهداف، وهو مستعجل حته الهدف. ان شاء الله يعني الاهداف بتاعته تيجي في الماتشات الجايه. لكن النهارده وليد سليمان ادى مباراه كبيره، ودور وليد سليمان كمان مبانش في المباريات اللي عندك، يعني حتى بان في المباراه الاولى اللي كانت خارج ملعبك برضه ادى بشكل مميز جدا، بالرغم انه كان لسه راجع من اصابه او بقاله فترات حوالي 3-4 مباريات بعيد، لكن برضه خبراته يعني ازاي يقف في الملعب، ازاي يظهر بشكل كويس. فهو ده اللعيب اللي عنده شخصيه، وهو دايما اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي انه يبقى عندك الشخصيه. النهارده صلاح محسن شفناه النهارده في وقت بينزل، النهارده بيسجل، وشفناه في مباريات قبل كده. احنا محتاجين دايما شخصيه اللعيب بتاع النادي الاهلي. بيعلى قوي صلاح، خلي بالك طبعا بيعلى قوي، بيعلى شخصيه الاهلي وفكر الاهلي. هو عايز بس ياخد رجله تبقى في الملعب اصلا فريق الاهلي. طبعا بيعلى يعني ما شاء الله. لو انت عملت له احصائيه مثلا في اخر 6 مباريات ولا حاجه، هتلاقي جايب حوالي 80% او 90% من المباريات اللي شارك فيها اهداف. بالظبط، حسن النقاط طبعا. طبعا وبتبقى صعبه ان اللعيب بيبقى قاعد على الخط بره وينزل، بتبقى برضه اندماجه ما بيبقاش سريع مع الفرقه، انما ده بتحس ان هو بيكمل، ممكن يحرز هدف كمان. ووليد سليمان برضه يا سيدي، يعني احنا كنا بنتكلم على المنتخب خلال الفتره اللي فاتت، لا وليد سليمان لازم حقه انه هو ما يعني كان فتره كاس العالم كان لازم يكون متواجد، واحنا نادينا بالكلام دوت، وكان بيأدي يعني لقاءات كويسه جدا مع النادي الاهلي، وكان يعني عامل طفره مع النادي الاهلي. النهارده هو ما زال لسه مستمر على نفس الاداء. لازم يبقى فيه نظره للمنتخب بغض النظر عن السن. ما النهارده انت كمنتخب ممكن بتاخد عناصر خبرات تكون موجوده، لا وليد سليمان يستحق على الاداء اللي احنا بنشوفه مع النادي الاهلي، يستحق ان يكون متواجد في منتخب مصر. على الاداء وعلى المجهود كمان. انت توقعت يعني وليد سليمان اصلا اداءه النهارده كابتن حشيش؟ خبرات عاليه قوي لوليد في على مستوى طبعا افريقيا، شفناه في نهايات كبيره هو بيبقى العنصر نمره واحد في مكسب النادي الاهلي. النهارده بنشوفه خبراته غير الباصات اللي بالاسيست اللي الاثنين اللي احرز منهم اهداف النادي الاهلي والجون اللي جابه، كمان في بعض الكور بتبقى محتاج لعيب زي وليد يتقل على الكوره وياخد فاول عشان تريح الفرقه وتبتدي مثلا وتحضر عليها هجمه. الحاجات دي ممكن بعض الناس ما ياخدوش بالهم منها، انما الحاجات دي مهمه قوي، عايزه لعيب تقيل زي وليد وخبره. ازاي يقدر كمان وليد من النوع اللي بيعرف ياخد فاول ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ فوليد يعني بصراحه انا توقعت له كده قبل الماتش، وانا يعني فخور انه كان من احسن الناس، يمكن انا بعتبره طبعا رجل المباراه. طيب عايز تقول حاجه في النقطه دي يا كابتن اسامه؟ طبعا وليد كلنا متفقين ان هو فعلا رجل المباراه، ودوره كبير جدا طول ما من ساعه ما جه النادي الاهلي حتى هذه اللحظه،
ودوره بيبان كمان اكتر في وسط البعض اللاعبين الكتار اللي جم. طبعا عايز اقول لك بس الناس متواصله معانا جدا الناس كلها بتتفرج علينا وبتشاهدكم بصراحه يعني كاتب لي وليد سليمان ده الهدف رقم 12 عداك يا اسامه فرقم 12 ليه على مستوى الافريقي و46 ليه على المستوى العام ما شاء الله. في كل البطولات يعني ده رقم 12 بالنسبه له ده دخل في التاريخ ده كمان عدد كبير من الاهداف افريقيا اهداف مؤثره كمان طبعا فكمان دوره في وجود لعيبه كتير لسه جايه من بره النادي الاهلي يعني الخبرات متوسله في عاشور وفتحي ووليد طبعا شريف كمان بس شريف ما بيلعبش دلوقتي لكن هم دول اكتر ثلاثه لعبوا مع النادي الاهلي في السنين الاخيره فوليد مؤثر جدا في وجود حمودي كمان واسلام محارب كل دول خبراتهم قليله لعيبه كويسين خبراتهم قليله فوليد بيعرف ياخدهم بيعرف يديهم حماس بيديهم خبرات بيوريهم اصراره ازاي طوال الوقت اللي بيلعبوا فمفيش شك ان وليد النهارده هو نجم اللقاء. انا عايز اكمل على معلش لا بكمل عشان عندنا حاجه في الاستاد على طول كروري واكل دماغنا واكل ودنا وكمان كريم احمد نروح نشوف معاهم كابتن محمد يوسف وصلاح محسن قالوا ايه بعد اللقاء ونرجع لكم من جديد. في البدايه وبكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان نتيجه رائعه اداء رائع جمهور النادي الاهلي في البدايه حابين ان احنا نشيد بيه على اسلوبه الكبير وادائه وهتافه الكبير من اول دقيقه لاخر دقيقه سريعا كمان نروح للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقام اعمال مدير الكره باكد على كلامك قلت يا كابتن يوسف في غينيا نتيجه المباراتين ان شاء الله هي اللي تحسم باذن الله التاهل حابب تقول على الجيم وفي البدايه حابب تقول على جمهور النادي الاهلي اللي كان ليه تاثير كبير قوي النهارده كابتن سيد. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بمسي على كابتن سيد وعلى ضيوفه طبعا كابتننا الكبار عايز اقول طبعا مبروك الحمد لله النهارده كرم من ربنا وبارك للعيبه وبارك للجهاز بذلنا مجهود كبير جدا لكن لسه المشوار طويل عايز اقول ان جمهور النادي الاهلي النهارده نور الملعب ودي حاجه انا قلت فرقت جدا والسبب الرئيسي ان احنا نقلنا المباريات هنا في القاهره على اساس جمهورنا يبقى بيحضر وهو العامل الاساسي في بطولات النادي الاهلي النهارده الحمد لله زي ما حصل مفاجآت كبيره جدا في ال 48 ساعه اللي فاتت المفاجآت دي خلتنا نركز اكتر اشتغلنا طبعا مع الفرقه ومستر باتريس كارترون اشتغل مع الفرقه بشكل قوي جدا من ساعه ما خلصنا مباراه الذهاب والحمد لله بشكر برضو اتحاد الكوره ان هو اجل لنا المباراه بتاعه الدوري لان قدرنا ان احنا نشتغل بتركيز اكتر تصور لو كنا لعبنا مباراه في السبع ايام دول مباراه في النص كمان كنا هنخش في اجادات واصابات اكتر من الاصابات اللي عندنا اوريدي يعني لكن انا بقول مبروك الحمد لله الحمد لله تجنبنا المفاجات في نفس الوقت ان شاء الله نحضر للفتره اللي جايه مهمه جدا ان شاء الله مباراه بتاعت يوم اثنين هنشوف الدنيا هتمشي ازاي الفتره الجايه وببارك للعيبه مره ثانيه مهم جدا ان احنا نقفل خلاص الصفحه دي احنا عندنا مهمه رئيسيه ومهمه كبيره جدا يوم 2 اكتوبر ان شاء الله. اللعيبه الكبار عايز اتكلم عليهم وخاصه وليد سليمان احمد فتحي عصام عاشور كان ليهم تاثير كبير بجانب اللعيبه كلها حابب اقول في مكافئات اكيد في مكافئات طبعا انا يعني ما بتاخرش على اللعيبه ولائحه النادي الاهلي ما بتتاخرش النادي الاهلي ما بتاخرش على اولاده فطبقا للائحه بنصرف وهم طبعا واقفين هو الشريف اكرامي واقف مستنيين لكن طيب ماشي كامل لا مش عايزين نذكر ارقام لكن بص النادي الاهلي غني بلايحته وكله طبعا طبقا للنظام اللي احنا حاطينه احنا بنلعب على بطوله وهدفنا ان شاء الله يوم 9 نوفمبر نشيل الكاس ان شاء الله ده الهدف الكبير بتاعنا نتمنى ان مسانده جمهور النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي وكل الاعلام نتمنى ان هو يساندنا والهدف كبير والحلم كبير هو حلم بطوله افريقيا ان شاء الله بتمنى ان احنا يعني نفرح النهارده واللعيبه تفرح وكل حاجه لكن بعد كده ان شاء الله نبدا نلم تاني ونشتغل تاني صلاح محسن هو هدف جامد قوي لا صلاح من اللعيبه اللي ماشي كويس قوي السنه دي ومركز وهو ما اتكلمت معاه كمان في بدايه السنه يعني وعدني فعلا ان انا هركز قوي السنه دي لان صلاح ان شاء الله احنا شايفين له حاجه كويسه الفتره الجايه نتمنى ان شاء الله ان هو يبقى موفق مع زمايله كلهم ومبروك مبروك النادي الاهلي وان شاء الله الفتره الجايه نشتغل احسن بيبقى ليك تاثير بيبقى ليك انا صلاح الجيم النهارده بنشوفه ازاي وكنت عندك فعلا الاحساس ان انت هتنزل تحط جون صلاح الحمد لله طبعا كل اللعبة كانت مركزة مش أنا بس النهاردة الماتش هناك كان صعب جدا برغم الفرص اللي احنا ضيعناها بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الحمد لله قدرنا نركز النهاردة ونكسب 4-0 وإن شاء الله البطولة احنا مركزين فيها جدا يعني مش قادر أقول لك يعني أكتر قول
لي المستر باتريس وكابتن محمد يوسف بيتكلم معاكم ازاي تلاحم المباراه الكبير اللي اتكلمنا عليه وجمهور النادي الاهلي النهارده كان ليه تاثير كبير جدا وكانت فرحه كبيره جدا بالنسبه لك مع جمهور صلاح. احب اقول للجمهور اقول لهم ان شاء الله بطوله افريقيا مش هتطلع من النادي الاهلي باذن الله، واشكرهم على الدفع لينا النهارده قدرنا نحقق الفوز بنادي الفوز ده لجماهير النادي الاهلي. عايز اتكلم على اللعيبه الكبار عاشور وفتحي وكل اللعيبه الكبار بصراحه ازاي بتتعامل معاك وازاي بتتعامل مع كل اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل مستمر وليهم كان دور كبير جدا خلال المباراه اللي فاتت صلاح. بيتكلموا معانا على طول بيقولوا لنا ما عادي بطوله الدوري بطوله ابطال افريقيا يلعبوا برجوله ان شاء الله احنا ابطالها على طول. اللعيبه الكبار لهم دور كبير طبعا في البطوله بيتكلموا مع اللعيبه الصغار اللي هم لسه اول مره يشاركوا في بطوله افريقيا. بيدونا حافز على طول في الملعب، انا اول ما نزلت لقيتهم كلهم في ظهر على طول. فانا بشكرهم وان شاء الله باذن الله بطوله تبقى لينا يعني. اخيرا باخد منك رساله لكل جمهورنا المباراه القادمه والمباراه العاديه ان شاء الله يكونوا متواجدين كالعاده ومساندتهم كالعاده، صلاح محسن هيقول لكل جمهور النادي الاهلي. اقول لهم جمهور العظيم اشكركم على مساندتكم ليا وان شاء الله بطوله افريقيا. وانا عايز اوضح حاجه بس عشان في عندنا في البلد كنت بقول انا اصلا دايما بقول ان انا بلدي عزبه الحكيم، فانا غلطت في كلمه قبل كده وقلت مثلا مرتب علي، وانا مرتب علي كلهم على دماغي وكده، وانا اصلا من عزبه الحكيم مش من حته غير عزبه الحكيم يعني. واشكر جماهير عزبه الحكيم ومرتب علي وطارود، طبعا طارود بلدي برضو وعزبه الحكيم ومرتب علي، بس انا حكيم نفسها يعني حبيبي. ربنا يخليك ربنا يخليك. مبارك يا كابتن سيد لكل جمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي طريقه معينه. فهو شكرا كريم، هو الراجل بيوضح صلاح محسن واضح ان في حاجه ممكن كان في ناس في اسرته ولا سوري في بلده وقريته، الحاجات دي بتفرح جدا خلي بالك يعني. طبعا يعني انا من الفيوم وحاسس وعارف كويس طبعاً. من قلم شاهي عشان كله يفرح يعني. طبعا يمكن قلم شاهي ولا قلم جاف طريقة كمان طريقة ماشي يا عم اسامة. لا عشان انت صاحبي مش على الناس اللي هناك بتكلم. لا طبعا ده الناس فوق دماغنا من فوق طبعا طبعا. لا اوعى الا دول الا الفيوم وقلم شاهي والفيوم قريبين من هنا يعني خطوه. لا طبعا كان نفسنا طبعا نفرح بشكل كبير جدا النهارده ونعمل حفله رائعه جدا، لكن افتقدنا الكابتن عادل هيكل محجمنا شويه طبعا يعني، راجل بالنسبه لنا اخ كبير جدا ورمز من رموز الاهلي فمحجمانا شويه. طيب بنهديه طبعا الفوز ده لروحه هو وكابتن حازم كرم يعني. الله يرحمه الله يرحمه. بعض الحاجات الرقميه عشان تعرفوا قيمه الاهلي في البطولات الافريقيه، ده الفوز السابع للاهلي ورقم 107 الفوز السابع السنه دي يعني، ورقم 127 في دوري ابطال افريقيا و170 في بطولات افريقيا بشكل عام، ورقم 134 بملعب الاهلي. دي الهزيمه الثانيه لحوريه او هوريه زي ما بيقولوا، الثانيه الأولى كانت من الوداد السنة دي والتانية من الأهلي بربعية. الأهلي سجل 20 هدف السنة دي في أفريقيا منها 13 تحت قيادة كارتيرون. كلين شيت لمحمد الشناوي السابع السنة دي ورقم 163 في بطولات أفريقيا بشكل عام. وليد سليمان سجل الهدف الثاني ال 12 دي زي ما ذكرنا ورقم 46 في البطولات كلها بالنسبة له. إسلام محارب سجل الثاني أهدافه الأفريقية بقميص الأهلي والثامن ليه في كل البطولات. صلاح محسن ده الثاني ليه برضه في البطولات الأفريقية والسادس بقميص الأهلي. أحمد فتحي بيسجل هدفه الرابع أفريقيا مع الأهلي من 88 مباراة أفريقية وهدفه رقم 24 في كل البطولات. ده كلين شيت زي ما قلت السابع لمحمد الشناوي ورقم 29 ليه مع الأهلي في كل البطولات. يعني محمد الشناوي 29 مباراة كلين شيت بالنسبة له في كل البطولات. خبر طبعا تاني، وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي بيشيد باداء الاهلي وتاهله لنص النهائي كاول فريق مصري وافريقي وعربي يوصل للدور ده ب 15 مره. واشاد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بتاهل فريق النادي الاهلي الى الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا بفوزه على فريق هوريه الغيني باربعه اهداف نظيفه مساء اليوم السبت في اطار مباراه الاياب في دور الثمانيه للبطوله. وقدم الوزير اشرف صبحي التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واللاعبين والجهاز الفني متمنيا التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي في مباراته القادمه مع وفاق الصيف وتحقيق الفوز بالبطوله بشكل عام لاسعاد الجماهير المصريه والاهلاويه. وتاهل الاهلي للدور قبل النهائي من البطوله الافريقيه للمره ال 15 في تاريخ البطوله، وهيلتقي مع وفاق الصيف يوم 2 اكتوبر. المباراه الاولى على فكره هتبقى هنا والمباراه الثانيه هتبقى الجزائر هناك يعني. طيب مش عارف بقى يعني عشان ما تغلطش في قلم شاه بعد كده، قلم شاه دي فوق دماغنا كلنا. نروح لكريم مره ثانيه. بجد تحيه
ليك كابتن سيد، مستمرين معاكم مع كل كابتننا الكبار جمهور النادي الاهلي. اسلام محارب بينضم لي في هذه اللحظات، واحد من نجوم النادي الاهلي، وكان ليه مجهود رائع النهارده. كان ليك مجهود كبير يا كابتن اسلام، تابعنا في كل حته في الملعب، كان ليك روح كبيره النهارده. الهدف، الاسلوب، الاداء، حابب تقول النهارده على الجيم وجمهور النادي الاهلي الرائع والمميز ده، حابب تقول عليه يا كابتن اسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحب اشكر اصحابي كلهم، اولا برحب بالكابتن سيد ونجومه الكبار، طبعا بشكر اصحابي والفرقه على المجهود اللي احنا عملناه النهارده، والجهاز الفني ومجلس اداره. طبعا اول حد بشكره النهارده جمهور النادي الاهلي العظيم اللي ساندنا النهارده، وبنشكرهم جدا ان هم جم النهارده وساندونا لحد اخر دقيقه، بيشجعونا، هم دايما مصدر السعاده بالنسبه لنا، واحنا دايما بنلعب علشانهم. طبعا ان شاء الله نركز الماتش اللي جاي نصف النهائي وكده، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى التاسعة ان شاء الله الاهلي ان شاء الله. من خلال تواجدنا اسلام سواء في غينيا او هنا في التدريبات، ليك مجهود كبير وليك اصرار، وكل مباراه بتبان ان انت مجرد ان الفرصه بتكون مع اسلام محارب، لا لابد ان يكون اسلام محارب في التشكيله الاساسيه. بتشوف المجهود ده ازاي وبتشتغل على نفسك ازاي يا اسلام؟ والله انا الفتره الاخيره دي بشتغل على نفسي جامد، بحيث ان انا اكون موجود بشكل كويس، اقدر اخدم الفرقه. مش مهم مين يجيب جون، المهم اهم حاجه الفرقه تكسب. انا مش فارق معايا اجيب جون او ما اجيبش جون، اهم حاجه ابقى كويس والفرقه تبقى كويسه ونطلع بنتيجه طيبه. النهارده طبعا الحمد لله بحب اشكر اللعيبه كلها على المجهود، واللعيبه اللي جابت اهداف النهارده واللعيبه اللي ما جابتش، كلنا رجاله النهارده، والحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله الماتش الجاي ونصعد نهائي ان شاء الله. ربنا خطوه في خطوه، حلم كل الاهلاويه والوصول لكاس العالم والحصول على بطوله افريقيه. بتشوف الحلم ده وقربه من النادي الاهلي وقربه منكم، بتشوف الحلم ده ازاي يا كابتن اسلام؟ والله احنا كلنا بنقول يا رب، وبنجتهد في التمرين وبنعمل اللي علينا، وطبعا بدعم جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره ومستر كارترون والجهاز الفني، كلنا في ايد واحده، وان شاء الله البطوله تبقى التاسعه النادي الاهلي ان شاء الله. اخيرا رساله لكل جمهور النادي الاهلي على الاداء والاسلوب والهتاف الكبير جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه يا اسلام. انا بحب اشكركم جدا 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 على المشاركه النهارده في المباراه. النهارده الاداء بتاعكم كنداء لنا في المباراه حفزنا وحمسنا طول الماتش ما شاء الله، يعني لحد الدقيقه 90 و94 الجمهور كله معانا وبيساندنا لحد اخر ثانيه، فاحب اشكرهم الحمد لله يعني. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. مبارك من جديد يا كابتن سيد اسلام محارب، كل اللعيبه النهارده كالعاده نجوم النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، لعيبه النادي الاهلي حط الهدف والحلم هي البطوله الافريقيه والوصول ان شاء الله لكاس العالم انديه. بنبارك من جديد النادي الاهلي لجمهورنا الكبير اللي بناكد عليه اكتر من مره يا كابتن سيد، من اول دقيقه متواجدين من قبل مثلا المباراه بتبدا باربع ساعات او خمس ساعات كعاده جمهور النادي الاهلي. الهتاف الرائع والمتميز من جمهور النادي الاهلي نادوا على كل اللعيبه النهارده، كان الشكل رائع والشكل مميز، واكيد بنتمنى ان شاء الله التابلوه الجمالي ده لجمهور النادي الاهلي يستمر خلال المباريات الافريقيه. لسه عندنا مشوار طويل ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا. مستمرين معاك يا كابتن سيد ومع كل نجومنا كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي ولقاءات خاصه عقب الفوز الكبير امام الحريه الغيني. عوده ليك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. نجوم كتير، واستفادت الاهلي مش الوصول للمره 15 في تاريخه للدور قبل النهائي بس، ولا الفوز برباعيه على حريه الغيني او حريه الغيني، لا كمان الفوز بخروج المباراه بشكل رائع جدا. وانا كنت متاكد وضيوفي كانوا متاكدين ان جمهور النادي الاهلي عارف دوره كويس جدا، عارف الالتزام هيبقى عامل ازاي، عارف المسانده هتبقى عامله ازاي، ولو اتاخر الفوز برضو جمهور الاهلي واحنا وليه لا. يعني اذا كانت الدقيقه 90 هي بتبدا المباراه بالنسبه لنا، يعني في الدقيقه 90 المباراه ممكن تكون بادئه بالنسبه لنا وبادئه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، فمع جمهور النادي الاهلي ما تقلقش، يعني لا خروج على النص ولا تجاوزات ولا حاجه، بل بالعكس في التزام واضح جدا جدا، وبدايه حقيقيه لعوده الجمهور ان شاء الله الرحمن في استاد القاهره. عايزين نقول من الجمهور واداء مثالي من الجمهور النادي الاهلي، تشجيع مثالي مفيش اي غلطه يعني. مظبوط. فدي تشجع بقى للمباراه الدوري، لان واضح يعني فعلا ان جمهور النادي الاهلي فارق مع 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 بص يا كابتن، خدها قاعده كده طبعا مع الفرق الكبيره ده. طبعا حاجه فارق مع النادي الاهلي يعني جمهور. خدها قاعده، لو كل واحد ملتزم بالحته اللي تخصه الدور بتاعه، يعني اللعيبه والمسؤولين اجهزه ومسؤولين اداريه او تنفيذيه والجماهير والحته بقى، يعني كل واحد في الدور بتاعه بس، ما يروحش في اي حته تانية، ما يروحش لاي دور تاني غير الدور بتاعه بس. الجمهور انت رايح تساند وتآزر. صحيح. تآزر وتساند وتشجع فريقك بس. اتفضل. هل ما يعني في ناس ما لهاش مصلحه ان الجمهور يرجع تاني ولا ايه؟ ما احنا عايزين نعرف بقى يعني. كله عنده مصلحه. الجمهور خلاص بقى الجمهور هيرجع يعني بكمل. الجمهور هيفرق جامد يعني. انا عايز كنت قبل الفاصل كنت عايز برضو اعقب على حته وليد سليمان.
وليد سليمان طبعا يعني حته الالتحامات دي يا اسامه بنشوفه في الملعب كانه يعني ولد صغير مثلا عنده حاجه 20 سنه، وبالمقارنه بقى بينه وبين اللعيبه الثانيه. يعني النهارده شفنا في الماتش وليد لغايه اخر لحظه خد كميه ضرب وكان بيلتحم التحامات مع اللعيبه الثانيه. شفنا لعيبه حتى اللعيبه اللي نزلت لسه في التغييرات ولسه فريش ما عملتش الكلام ده. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي برضو واعي وبيبص على البني ادم اللي بيلعب بروح، واللعيب اللي بيموت نفسه على مدار الماتشات كلها، واللعيبه اللي هي برضو متخاذله اللي هي يعني ما ينفعش تكمل في النادي الاهلي. انا بتكلم طبعا، والناس طبعا عارفه بعض اللعيبه اللي متخاذله شويه في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت اللي دماغها برضو في حاجات تانية. اعتقد ان وليد سليمان بيدي مثل لناس كتير قوي اقول لك بقى بحب يعني اسرار النادي الاهلي. ازيد لحضرتك كمان من شعر بيت، انا رايي مش مساله يعني بزودها شويه، لكن لو انت لعيب صغير وعايز وبقولها لكل اللعيبه اللي طالعه او اللعيبه اللي صاعده او اللعيبه اللي لسه سنها صغير او حتى اللعيبه الصغيره في السن ولسه جايه النادي الاهلي، خد لعيب عندك قدوه اكنه هو مدرستك اكنه مدرسك اكنه مدرس بتاعك، هو القدوه بتاعك او هو المثل الاعلى بالنسبه لك. وده مش عيب على فكره، كل الناس يعني مش معنى ان انت بتلعب معاه في فريق واحد لا طبعا تمام ان طبعا. يبقى فيه خلاص الموضوع بقى سهل. ده هو تعب قوي، ده طلع عين يعني مش عايز اقول حاجه عشان يوصل للمكانه ديت. صحيح، ضحى بحاجات كتير قوي، والتضحيه صحيح. هنا مش جايه بس ان انت مثلا ايه بتضحي بالفلوس، يعني الناس بتاخدها التضحيه الموضوع لا، ده في تضحيه باكله، دي تضحيه تكونك ان انت يبقى عندك صحاب صحيح. مش على نفس المستوى بتاعك او نفس الفكر بتاعك او نفس الهدف اللي انت مستنيه، دي تضحيه ان انت تسيبك منهم خالص وخليك صحيح. ماشي في طريقك. يا اخي خد صوره لعيب عندك حطها عندك في البيت، والله ما بهزر، وخليها بالزبط. مثل بالنسبه لك، انا عايز اوصل لده، ولو وصلت لده في مستواه والمكانه اللي وصل لها كشعبيه وكنجوميه وكتواجد وسط المجتمع وقيمه ادبيه اجتماعيه نجوميه رائعه جدا، هات صوره ثانيه لواحد تاني بزبوط. تمام، عشان توصل دايما يبقى قدامك توصل لهدف هدف. طالما انت عندك الامكانيات والقدرات حرام عليك، حرام صحيح. عليك. انت بتتكلم في ارقام دلوقتي، ارقام ما اعتقدش ابدا يا كابتن اسامه على ايامك او على ايامنا يعني كانت بالشكل ده، ارقام فلكيه ممكن تغير من اسرتك خلص. والمحيط اللي حواليك خلص. واسرتك اللي جايه، اسرتك الحاليه واسرتك اللي جايه. طيب كمان الوضع الاجتماعي الاهم كمان من الفلوس، الوضع الاجتماعي في المجتمع، انت بتمشي الناس بتشاور عليك، بتروح اي حته بتذللك عقبات عشان انت لعيب جوه النادي الاهلي او من النادي الاهلي، دي ما تتقدرش بفلوس. اقول لك على حاجه اقطع في اسامه يعني اقطع فيك تقطيع كده بس انا اقول لك أو لا لازم تقول لي بقى. اول ما جينا قال لي انت معاك بطاقتك؟ قلت له ليه؟ قال لي انت مفيش كمية، قال لي معاك بطاقتك؟ قلت له ليه؟ معايا بس ليه؟ قال لي عشان كابتن حشيش جاي نشوف كريم احمد بس واقف بضهره بره كريم احمد مستمرين معاك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انا معايا دلوقتي يمكن وحش افريقيا زي ما بنقول عليه، والهتاف الكبير قاله السد العالي للشناوي. شناوي برحب بيك. الاول انا عايز ابدا معاك على هتاف جمهور النادي الاهلي ليك، الهتاف الرائع والمميز ده انعكس عليك ازاي قبل المباراه، لان الهتاف رج الملعب بلغه الكره يا كابتن شناوي. اكيد طبعا، انا طبعا يعني الواحد كان سعيد جدا طبعا ان الجمهور اصلا كان موجود النهارده، ده حاجه حافز لينا، حافز لعيبه جامد، ادينا حافز في الملعب. طبعا انا بشكرهم جدا ان هم يدوني الثقه ديت بالهتاف ده، انا بشكرهم على الهتاف ده، وان شاء الله ان شاء الله هكون على حسن ظنهم الفتره الجايه كده ربنا يكرمنا، عدينا ربع النهائي نعدي نص النهائي، بس نفكر في الماتش الجاي بتاع البطوله العربيه ناخدها خطوه خطوه وربنا يكرمنا كده ان شاء الله الفتره الجايه. وانا النهارده بحيي اللعيبه ان هم كانوا رجاله النهارده في الملعب وخدوا الامور بجديه، وان شاء الله نفكر في اللي جاي، ومبروك للجهاز ومبروك للاداره، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، ومبروك للجمهور ان هو رجع الملعب، وان شاء الله ما تحرمناش مننا ان انتوا تكونوا موجودين معانا ومسنديننا على طول ان شاء الله. طول عليك، لكن الحلم قرب، حلم البطوله قرب، حلم وصول لكاس العالم قرب، بتشوف الخطوات البسيطه ان شاء الله لحسم هذه البطوله ازاي يا كابتن؟ نقول ان شاء الله وناخدها واحده واحده ونفكر في الماتش اللي جاي، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده الفتره الجايه ونحاول نجيب التاسعه ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله، ربنا يكرم. شكرا، التوفيق. مستمرين معاك يا كابتن سيد كل مشاهدينا ومتابعينا، ولقاءات خاصه هنا من استاد السلام عقب الفوز الهام والمميز لفريق النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات برجع لك كابتن سيد عبد الحفيظ في الاستوديو، لكن مستمرين معاكم مع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي. شكرا احمد، تغطيه ممتازه جدا جدا، بنجيب كل لعيبه النادي الاهلي، مش هتلاقي الموضوع ده غير في قناه الاهلي وفي ملعب الاهلي. كابتن اسامه، بعد صعود الاهلي للمره ال15
وده رقم كويس قوي، لكن هو مش نهايه المطاف اكيد. هدفك الاكبر هو الفصول الحصول على البطوله دي المره 15 للاهلي. وارقام لهنا بشكر زميلي محمد مصطفى طبعا بيغطينا، واحمد ثابت، كل الناس المجموعه معانا، محمود شوقي ومحمود سعيد وكريم واحمد رشاد وحازم وكل المجموعه كلها. خليني اقول لك كابتن، النهارده في واحد كمان في صعود مستمر مستواه، هشام محمد في صعود مستمر. انا وانا بستعرض ارقام هشام محمد النهارده مش عايز اقول لك في سعاده رهيبه وانا بشوف ارقامه. هشام محمد النهارده كابتن اسامه دقه تمريره واحد في بيلعب في المكان ده 94%، 51 نسبة محترمة، دي نسبة هايلة جدا جدا يعني، دي نسبة ممتازة طبعًا. جدا يا كابتن أسامة طبعا، دي تدل على طول إن أنت خلاص مسيطر، الكرة مش ما بتطلعش غلط، بتروح في الرجل للرجل، فدي دلالة على أداء النادي الأهلي النهاردة. شام من صفاته المميزة، كل لعيب بيبقى عنده بعض الصفات في أدائه، هشام من أول الحاجات اللي عنده إن هو من الناس اللي بتعرف الاستلام والتسليم عنده عالي جدا، يعني بيقدر يعمل لك استحواذ على الكوره، ما بيفقدش الكوره بسهوله، يعني بيمرر الكوره سليمه لزميله. دي اساسيات كره القدم نمره واحد، انك تعرف تمرر، لان هي معظم اللعبه يعني فوق 90% منها تمرير، التسديد والسبرنت وكل ده لحظات، لكن التمرير انت طول الوقت بتسلم وتستلم، بتسلم وتستلم، بتسلم وتستلم، فهو عنده دي عاليه على طول. يعني اللي انا مبسوط له بقى، يعني دي مش ميزه اضافيه عنده، هو هشام فعلا كده في التمرير. اللي انا مبسوط له النهارده انه جهده وحركته احسن من فترات سابقه قبل كده، ودي لازم هو يعني يشتغل عليها، لان احنا رتمنا في النادي الاهلي بيبقى محتاج مع الموضوع التمرير والاستحواذ، بيحتاج كميات جري والتحامات شويه، فدي النهارده واضحه عنده، فهو فعلا النهارده من المباريات اللي الواحد يشهد له بيها انه اداها باجاده. يمكن في فترات كان بيأدي فيها في بعض المباريات جيد، في مباريات كان اقل، لكن النهارده واحده من افضل مبارياته، وكان له عامل مؤثر جدا في استحواذ النادي الاهلي النهارده في المباراه. طيب شام محمد برضه يعني تكمله لكلام الكابتن اسامه، النواحي الدفاعيه عنده زادت، هو كان بيميزه في النواحي الهجوميه في عمليه الاستحواذ، لكن دلوقتي بيأدي الدور الدفاعي كمان دلوقتي بشكل افضل، وبان كمان في المباراه اللي كانت هناك في غينيا، النواحي الدفاعيه عنده زادت، التحامات زادت، واللي بيساعد دايما هشام محمد وبيميزه كلاعب نص ملعب الوقفه بتاعته دايما. دايما وهو واقف بيستلم ما بتلاقوش واقف بظهره ومد ظهره للملعب، لا دايما بيستلم بجنبه، فدي يعني بتديله مساحه رؤيه اكبر، بدل ما يبص جنبه متر او 2 متر، لا دايما شايف الملعب، كشف الملعب، ممكن تلاقيه بيلعب كرات قصيره ومره واحده كشف الملعب بلونج باص مثلا لوليد ازارو او وليد سليمان، فدي رؤيه كبيره جدا طبعا من هشام محمد، ما شاء الله هو كمان بيزيد من المباريات. طب هو كان لا يعني قصدي هو يعني لعب مباريات كبيره، كان في المقصه، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي اللي اتربوا داخل النادي الاهلي، فالنهارده عودته مره ثانيه يعني هو اضافه كبيره طبعا للنادي الاهلي هشام محمد. كلمني كمان على ايمن اشرف، يعني بيبعد طبعا، ما بيبقاش اساسي في فترات كثيره، السنه دي مثلا بتحتاجه باك ليفت موجود بست، بتحتاجه سيرد باك النهارده 10 على 10 نسبه تركيز 100%، ده لعيب مهم جدا. يعني انت كمان كمدير فني لما يبقى عندك الحلول دي داخل الملعب من اللعيبه زي احمد فتحي مثلا، قلنا احمد فتحي ممكن يلعب مساك، يلعب باك رايت، يلعب ديفندر في نص الملعب، ايمن اشرف نفس الكلام، ممكن بيحللك انت كمدير فني بيبقى مريح بالنسبه لك، تلاقيه مساك النهارده اصابه سعد سمير ونجيب بيأدي كانه بيلعب في المكان بصفه مستمره، كانه من اول الموسم وهو بقى له فتره بعيد عن حته المساك، تستعين بيه في حته باك ليفت وعايز يأدي الدور الدفاعي ويهاجم، لا ما شاء الله تلاقيه مأدي بشكل كبير جدا، وحتى راح الفتره اللي فاتت منتخب مصر برضه بيحرز هدف وبيأدي بشكل مميز، فدي تبقى حلول المدير الفني لما تلاقي لعيبه عندك تقدر تحللك في كذا مكان. ايمن اشرف طبعا برضه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، وحتى توظيفه في حته المساك دي كان بيعمل دور مهم جدا في النادي الاهلي في الدوري الممتاز النهارده، في النواحي الزياديه لما الزياده الهجوميه في اثناء تحضير الهجمه تلاقيه بيزيد نص الملعب وبيبني الهجمه سليمه من تحت، ما بيشلتش الا في اضيق الظروف، فطبعا مكسب كبير في الناحيه مثلا كمساك او كباك ليفت في النادي الاهلي.
هكمل طيب. عليها برضو عشان فضل. برضو اشرف يعني في ايمن اشرف ايمن كمان احنا كان ينقص المساكين بتوع النادي الاهلي حته الشراسه الدفاعيه شويه يعني لعيبه كويسه وبتقطع وبتلتحم وكده انما ايمن عنده الشراسه النهارده شفناه عمل تاكلينج غير عادي في نص الملعب جاي سبرنت من نص من من من, من نص ملعبه لغايه نص الملعب الثاني ده كان فين دفاع سن انا معاك بس كويس. بس اقصد ان كانت لازم كره تتقطع من هنا أيوة كانت ممكن تعمل هجمه مرتده صحيح فين دفاع ممكن بعد كده بالخبرات يقلل الدفاع عايز يوقف الهجمه عايز هو عايز يوقف الهجمه فاحنا كان ناقصنا برده حته الشراسه دي والمهاجمين يحسوا ان برده في حد بيخبط فيهم النهارده كمان معلش انت عندك اثنين يعني هو راجل جدا متحمس جدا مركز جدا عاقل جدا يعني بيبني الهجمه بشكل كويس تعرف ان هو عمل 10 بدايه هجمه بدايه هجمه 10 النهارده مع كولوبالي كمان كولوبالي مش من النوع اللي بيطفش ولا حاجه بالظبط فدي هتزود هجمات النادي الاهلي البدايه بدل الكور الطويله ان في ناس بتعرف تنقل كذلك برده هو عنده التايمنج كويس جدا جدا في كره سواء في الناحيه الدفاعيه وشوف نبي كامل النهارده حاطط واحده من فوق العارضه مكمل في كره ثابته يعني عنده برده حته الناحيه الهجوميه برده فدي ممكن تستفيد منه برضه طيب. في الكور الثابته مع كوليبالي طيب عندي بقى احمد فتحي كلمني على كمان قبل ما اعرض لك ارقامه حدث ولا حرج يعني انا بتهيألي تعرض الارقام لان مهما طب هعرض لك ارقام احمد فتحي حاجه تخض تمزج حاجه تمزج صحيح. احمد فتحي اللي قدامنا لعب 90 دقيقه احرز هدف تسبب في هدف اخر تاكلينج اسيست تاكلينج يدرس يدرس صنع فرص محققه 2 عدد عرضياته 6 تمريرات طوليه 6 محاولات على المرمى 3 تاكلينج صحيح 2 منهم واحد جا جول تشتيت الكره 2 تدخلات دفاعيه 2 موقف اخطر واحد عندهم اللي هو مانديلا من احسن الماتشات في الفتره الاخرانيه اللي شفتها لاحمد فتحي دفاعا وهجوما بيلعب زي ما انت بتقول على اخطر واحد في الفرقه الثانيه لعيب كويس قوي قتله حد من خطورته تماما وبل بالعكس كان زي ما انت بتقول التاكلنج اللي يعمل اسيست يجيب الهدف الاولاني بيهاجم في كل كوره برغم ان معلول الناحيه الثانيه ما كانش عنده هجوم من ناحيته من ناحيه اليمين للفرقه الثانيه اللي هي ممكن تخاف او تحد من ان هو يزيد وعمل ماتش كويس برضه معلول عمل ماتش كويس بس انا بتكلم على احمد فتحي عنده الناحيه الدفاعيه كانت ممتازه مع اخطر لعيب وفي نفس الوقت كان بيكمل لغايه اخر لحظه عنده اصرار كمان ان يروح يحرز هدف يعني ما اكتفاش ان هو دفاعيا وهجوميا والكره العرضيه انه رايح كمان مصمم يعني طالع في كورتين قبلها عايز برضه يشوطها وعايز يلعبها الكره الاخيره عنده اصرار غير عادي ان يجيب جول وجاب جول فيعني بتتكلم بكل حاجه يعني احمد فتحي برضه زي ما اتكلمنا على وليد سليمان من النماذج اللي الواحد يعني يسعد بيها جدا سواء في مصر او في النادي الاهلي ومثل متواجد طوال الوقت اصرار طول الوقت يعني لو قلت الروح هيبقى احمد فتحي لو قلت الاصرار والتصميم يبقى احمد فتحي صحيح بتغطياته ممتازه في النواحي الدفاعيه هجومه بشراسه والنهارده كان في دقه كمان في الكرات العرضيه وربنا يمكن كلل مجهوده بالهدف الرابع لان هو فعلا هو وليد طبعا كل الناس ادت مباراه هايله هم الاثنين دولت فعلا نجوم اللقاء يعني وهم اكبر اثنين مع حسام عاشور والثالث حسام عاشور برضه هم الثلاثه يعني قدوه ومثل انه قدم اداء هايل يعني ان اكبر ناس في الفرقه اللي هو عاشور ووليد وفتحي شايلين الفرقه على كتافهم يعني اقوى اداء طبعًا. اكبر مجهود يعني مش معقول والله النهارده كابتن حشيش الناس كلها صراحه طبعا يعني طبعًا. لازم نشيد بالفرقه كلها طبعًا. صراحه طبعًا. سواء ال11 في الملعب او الناس اللي قاعده بره حتى النهارده وليد ازارو ما بيجيبش اهداف النهارده لكن بيعمل مجهود خارق ساعد زمايله ومجهود وبيرجع في نص الملعب بيستلم الدفاعيه وكمان في الكره الثابته حتى احمد حمود قلنا النهارده محتاجينه النهارده يبقى في مجهود منه محتاجين صحيح. انتاجيه اكبر النهارده برده بيصنع الهدف الاولاني لما عدى من الراجل بيعملها بالعرض بس ليه تعقيب عليه بقى احمد حمودي لازم يهتم شويه بالفينشنج او نهايه الهجمه سواء الاوفرات بتاعته او نهايه الهجمه في يعني انا بحس ان هو ما بيركزش شويه على الجول بيجي قدام جول كده يبقى برده مش مركز يعني طيب احمد فتحي اخيرا خساره
انه ما يبقاش في منتخب مصر لان هو فعلا افضل زيه في مصر. وليد واحمد. وليد واحمد طبعا. وليد طبعا يعني انا بتكلم انه لا انا طبعا وليد واحمد بس انا بتكلم ان احمد كان موجود اساسا في كاس العالم وبعدين مش متواجد رغم ان هو الافضل من الاثنين طبعا يستحقوا طبعا. طيب عندي 100 جنيه اهي 100 جنيه حقيقيه اللي هيجاوب على السؤال ده النهارده اهداف لا 100 جنيه 100 جنيه بجد في اختيارات ولا ما في وسط 100 جنيه النهارده في رباعيات الاهلي في حاجتين متشابهتين في الرباعيه في اهداف وليد سليمان واهداف اسلام محارب واهداف احمد حاجه مشتركه والهدف بتاع صلاح سليمان يعني صلاح سليمان في حاجه مشتركه في الاربع اهداف ولا في انهي هدف ها اهو جاوبوها عندي في الاعداد طب قول لي حاجه مشتركه بينهم كلهم حاجه مشتركه ان هم كلهم دخلوا اهداف لا 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 بتكلم مش بهزر شمال ها مشتركه بين مين يا كابتن اللعيبه اللي جابتها كلها لا اللعيبه اللي صنعت اهداف شول يعني شول انت جاوب في حاجه مشتركه هنا السؤال الثاني احنا ما سمعناش السؤال كويس السؤال الاربع اهداف السؤال الاربع اهداف في حاجه مشتركه في الاربع اهداف يعني هدف وليد سليمان انا بسهلها لكم افتكروا الاهداف بس الهدف الثاني اسلام محارب كويس الهدف الثالث صلاح محسن الهدف الرابع احمد فتحي في حاجه حصلت يعني من الهدف الاول وحاجه حصلت في الهدف الرابع خلت حاجتين متشابهتين الاول والرابع الاول والرابع احمد فتحي على الاخر انت صعبتها كده انا سهلتها على الاخر هو عشان كده بتطلع 100 جنيه فاهم يعني 20 كان السؤال كده انا 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 السؤال ده ما ادفعش فيه اقل من 20 جنيه انا الحالات اللي زي كده ما باخدش اقل من 20 جنيه في حاجة مشتركة بين الهدف الأول والهدف الرابع خلت الأهداف فيها حاجة مشتركة ها من الهدف الأول والهدف الرابع بس الهدف الأول والرابع بس لا إذا هي لي فاكر أنت البساطة لاعب نح الشول إذا هي لي أشول لاعب الأشول أي ما قربت ها قربت أهو الكرة الأولانية حمودي ولعبها وليد سليمان بيمينه كويس لعبها بيمينه وحمود لعبها بيمينه العكس العكس وليد احمد فتحي جاب الجون بشماله هو برجله اليمين ووليد سليمان بيلعب بالشمال وحطها بيمين اوكي والاثنين التانيين شو لعبوا جابوا الاجوان باليمين يبقى الحمد لله محدش جاوب لا هو اقدر اقول لك غلط العامل المشترك ان في واحد بشماله جاب جون بيمين وواحد بيمينه جاب جون بشماله وفي واحد بشماله جاب جون بشماله وواحد دلوقتي وانا قلت ايه بيمينه جاب جون بيمينه ما انا قلت احمد فتحي بيلعب بيمينه جابها بشماله ووليد سليمان بيلعب بشماله لسه سامي بفكر لا العامل المشترك القريب في الموضوع ان اللي بيلعب بشماله اثنين واحد جاب جون بيمينه والتاني برجله اليسرى ما فيش مشكله واثنين بيلعبوا بيمينهم واحد جاب جون بيمينه يعني وليد اشول جاب باليمين وفتحي ايمن لا جاب جون بالشمال طيب اوكي تمام الحمد لله ما حدش جاوب امبارح كنا عارضين رباعيات الاهلي في افريقيا يا كابتن اسامه كابتن حشيش كابتن اسامه حسن رباعيات الاهلي كانت 156 رباعيه في كل البطولات النهارده بقى العدد ده يزيد شويه يوصل ل 157 مباراه كويس. كانت عدد مباريات الفوز 70 بقت 71 لانها 4-0 عدد مباريات الفوز 4-1 50 في كل البطولات زي ما هي 4-2 22 مره 4-3 14 مره دي في البطولات كلها الدوري العام المصري 91 زي ما هي كاس مصر 30 مره كاس السلطان حسين مرتين كاس الجمهوريه العربيه المتحده مره دوري منطقه القاهره 17 مره دوري ابطال افريقيا كان امبارح بقى 10 والمفروض كده مظبوط ولا انتوا حطيتوا نفس الرقم لا لسه كانت امبارح 11 حطيتها امبارح حطيتها 11 لسه ما صحيش يبقى احنا قلنا 157 يا كابتن سيد يبقى انت تزود فانت هتزود على الرقم 11 ده واحده يبقى 12 كاس افريقيا للانديه ابطال الكؤوس 2 كاس السوبر الافريقي 1 وكاس السوبر العربي 1 دي الاحصائيه بتاعت امبارح على فكره يعني على مدار افريقيا كلها وبكل بطولاتها يا كابتن اسامه عرابي انت بتحب الحاجات دي طبعا لان انت من البدايه انت من بدايه 82 مظبوط فانت عندك 14 مره فاز الاهلي
او وصل لرقم 4 النهارده يبقى كام؟ طب افتكر مين اللي في ابطال الكؤوس 85 المرسى التونسي؟ بص يا سيد كابتن سيد عشان انا حضرت واحده كابتن سيد عشان انا حضرت واحده واحد انت جبت جول من الاربعه ده فين اول جول؟ في انهي؟ كوتوكو غانا 4-0 دوري ابطال 2006 2006 دي كانت في استاد القاهره. بص الاربع اهداف جم في 19 دقيقه اول 19 دقيقه ده كان ليها موقف واحد صاحبي داخل الاستاد جه متاخر فداخل في الدقيقه 20 فال 4-0 على الشاشه فبيسال واحد صاحبي بيقول له هو النتيجه كام؟ قال له 4 قال له يعني اصل انا افتكرت الشاشه كاتبه غلط قال له لا 4-0 19 دقيقه المرسى التونسي كانت 85 يا كابتن اسامه ابطال الكؤوس 4-0 اسامه جاب اول جول اول جول كمان احكي لك حكايه على الموضوع ده انا جبت الجول الاولاني طب استنى اعرضيه وبعدين نسمع الحكايه لان لازم تكون الشاشه علينا. الاهلي مع الزمالك فاز 11 مره فاز 11 مره وصل لرقم 4 على فكره ما كانش حد يعرف المعلومه دي خالص او الناس مش عارفاها. الاهلي مع الزمالك طبعا المنافس التقليدي النادي الاهلي الاهلي فاز عليه 11 مره برقم 4 دوري منطقه القاهره كانت 4-0 كاس مصر مره دوري منطقه القاهره 4-1 كانت مره دوري منطقه القاهره 4-2 كانت مره كاس مصر 4-1 كانت مره الدوري العام 4 كانت مرتين اوكي او اسف يعني مرتين اوكي الدوري العام مرة الفرق بين الدوري العام مرتين والدوري العام ده موسم جنب واحد موسم كذا خلي بالك بس انت مش مبين الشاشة قوي عندنا الموسم هنا مش باين قوي قدامي اوكي كاس مصر 4-3 تمام ودوري ابطال افريقيا 4-2 يعني انت بتتكلم على المواسم اللي جنبها المواسم دوري منطقه القاهره كانت 4-0 وكاس مصر موسم كذا قدامه انا مش عارف مش جايب الموسم قدامي بالظبط بعد اذنكم طبعا بعد اذنكم بس عشان دي مهمه فانا هطلعها من قدامي خليكم معايا ثانيه واحده معلش معلش انا اسف احنا ايه احنا هنمشي مع بعض كده عشان امورنا تبقى كلها كويسه فاحنا نقراها اوكي كده يعني 4-0 ده دوري منطقه القاهره كان موسم 30-31 4-1 كان كاس مصر موسم 30-31 دوري منطقه القاهره كانت 4-1 موسم 36-37 دوري منطقه القاهره كانت 4-2 موسم 40-41 كاس مصر كانت 4-1 موسم 52-53 الدوري العام موسم 53-54 كانت 4-2 الدوري العام موسم 60-61 كانت 4-1 كاس مصر موسم 97-98 بعد النهائي الشهير 4-2 وموسم 2004-2005 كانت النتيجة 4-2 وكاس مصر طبعا أهدافك يا كابتن أسامة لو تتذكرها كانت موسم 2006-2007 و4-3 ودوري أبطال أفريقيا طبعا لما كان في الجونة موسم 2013 دي كانت رباعيات انت عارف حتى الإحصائية اللي انت بتقولها دي على الزمالك بالتحديد يعني إحصائية كويسة قوي اللي هي بتاعت الأربعة لأن كل الناس كانت مركزة في الستة فقال لك احنا كسبنا ستة هو كسب انما اربعه دي كتير قوي ده احنا الاسبوع اللي جاي قليله يعني الاسبوع اللي جاي خلي بالك بس احنا نعمل الثلاثيه وفي عندنا الخماسيه كمان طبعا يعني فلازم الحاجات دي تتوثق الحاجات دي مهمه جدا التاريخ بيمشي والدنيا بتدور ومحدش بيفتكر حاجه لكن الارقام دي لازم تبقى في الذاكره اتفضل يا كابتن سامي على المرسى انا نسيت المرسى لا قول لي اول حاجه تاني لا المرسى بص كان جبت الجول الاولاني الجول بتاعك الجول الاولاني صح قول لي واحد صعب بتقول فيه موقف لا لا ما خلاص بقى نسيت لا انت كنت بتقول كنت عايزكم تجيبوا الجون بس كان جد كابتن خطيب جاب جون جون عالمي من احلى جوانه يعني من احلى جوانه صح صح الماتش ده كان مقفول جدا وكابتن خطيب كان الكابتن سايس الشوط الاولاني كان 0-0 وكابتن خطيب كان قاعد احتياط ايوه وكابتن سايس هو اللي كان مدير فني الله يرحمه كابتن خطيب نزل هو ده مش الجون الاول ايوه كابتن خطيب جدو جاب بقى الاربع تجوان ده كان علاء ميهوب لعب لي الكوره دي عايز اقول لك حاجه سيد بقى معلش حته كده اسامه يعرفها برضه كان بيلعب مكان الكابتن خطيب سمير فوزي صح فمن اول خمس دقائق الخطيب قاعد على الخط صح من اول خمس دقائق جمهور بيبو الواد مش شايف سمير بيقول لي انا مش يعني العب كوره كويسه وحشه مش شايف عايزين نطلع باي طريقه عشان كابتن خطيب ينزل وفعلا زنقت معاه خالص الشوط الاولاني 0-0 الشوط الثاني بدانا بعد 10 دقائق او ربع ساعه كابتن خطيب نزل ايوه اول كره جيله بصها لعلاء ميهوب بالعرض لاسامه جون ثاني جون احلى جوانه جون عالمي يعني اللي هو خدها فيرست تايم صح طيب كم جون في افريقيا يا كابتن هو ده؟
ثلاثة. ما جبتش تاني يا رضا. ثلاثة. في واحد جاب جون وخد في الانكل واحدة. لا دي زوج. بس ما اتحسبتش على فكرة. ده كسجارة ولا ايه؟ هو جون سليم 100%، بس احنا كنا كسبانين 3-0 كان نهائي. اي كان نهائي طبعا. كان نهائي كسبانين 3-0 وانا الجون الرابع كابتن مصطفى عبده العبالي بالعرض. بس بالمناسبة بقى سيد، يعني طالما انت حابب الاحصائيات والحاجات دي، يعني يا ريت تتبنى برضو، لان في ناس كثيره جدا شاركت في بطولات افريقيا. يعني تعمل احصائيات كده باللعيبه اللي خدت كام بطوله مع النادي الاهلي، مبارياتها قد ايه، ده بيسعد الناس قوي. اسماء اللعيبه نفسها، اسماء اللعيبه الناس يعني بتبقى ما عندكش فكره اللعيبه اللي هي بعيد وشاركت في الكلام ده، لما تسمع انها شاركت في البطوله الفلانيه او في 5 بطولات او 4 بطولات، دي بتبقى يعني بتديها نوع من ال... طبعا. طب كنت اسامه، يمكن كنت متخوف انت من وجود سليف كولوبالي ناحيه اليمين. بعد ما شفته النهارده ده لا خلاص، هو بيأديها، واضح انه بيأديها طبيعي. انا كنت متخوف، يعني مثلا انت مش تقدر تقول لايمن اشرف تعال العب مساك ناحيه اليمين، يمكن ده بحكم ان هو اشول، لكن حتى في مساكين بيحبوا يميلوا الجنب من الاجناب، يعني الشمال او اليمين. فانا كنت متخيل ان ممكن سليف كولوبالي ما يكونش بيرتاح ناحيه الجنب اليمين في المساك. بس مين اللي قال الجزئيه دي ان هو ما بيرتاحش؟ لا انا بقول في طبيعه لعب كده، في طبيعه لعب. لا مين اللي قال الكلام ده؟ لان هو ممكن يكون سعد اللي بيحب ما كان بيلعب، سعد اللي بيحب يلعب ناحيه اليمين. لا ايوه، ان هو بيتضايق يعني. ايوه نجيب بيحب يلعب ناحيه الشمال مثلا. نجيب بيميل اكتر ناحيه الشمال، بيحب يلعب مساك اللي بيلعب ناحيه الشمال، لكن بيلعب يمين صحيح. فاحنا بس كنا متخوفين من النقطه دي، لكن واضح طبعا ان هو بيلعبها بتمكن وادى بشكل كويس جدا النهارده، واضافه طبعا لدفنس النادي الاهلي. وبصراحه هو وايمن اشرف كانوا صمام امان يعني، وعملوا يعني اداء اكتر من رائع الاثنين. وايمن اشرف انا من وجهه نظري الشخصيه بشوفه في المساك افضل من الباك شمال. انا اتفق معاك على كده. صحيح. اولا النقطه اللي انتوا اتكلمتوا فيها انت وحشيش، اللي هي انه كمان بيعرف يبدا هجمه، يعني دي عنده مميز فيها جدا، يعني بيعرف يحضر من تحت كويس، دي مش موجوده عند كل المساكين يعني. لكن هو برضه بيأدي طبعا في الباك الشمال كمان كويس. فكل بالي وايمن اشرف النهارده أدوا مباراه صحيح. اكتر من رائعه يعني. الحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي النهارده، وبرضه مش عايزين ننسى محمد الشناوي، تصدى خمس خمس كرات، كانت واحده منهم كفيله انها ممكن تغير السيناريو خالص، وخصوصا كمان قبل الاهلي، قبل الاهلي ما يحرز على الطريق وليد سليمان. خلينا نروح الفاصل وبنقول ماذا بعد الاهلي ومشواره العربي مع النجم اللبناني يوم الخميس ان شاء الرحمن، وبعد كده مع وفاء الصيف يوم 2 اكتوبر. على فكره اللقاء الاول هيبقى هنا في القاهره، يا رب يكون في استاد القاهره، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. فاصل وبعدين نشوف ماذا بعد في اللقاءات الجايه او الايام الجايه للنادي الاهلي. تعرف ان انت طب كنت تخلوه بعد الجون بتاع يعني، انا الجون اللي انا جايبه الجون ده بعدي مقارنه صعبه مقارنه صعبه جاب الجون وراح عمل تاكلينج مقارنه صعبه قوي المقارنه صعبه. طيب ماذا بعد؟ الفرحه حلوه، الوصول حلو، الاهلي غول افريقيا تمام بالارقام، بكل الاحصائيات، بكل الوصول والبطولات، الاهلي غول افريقيا بجد. لكن ماذا بعد؟ الاهلي عنده مباراتين، الاولى هتبقى يوم الخميس اللي جاي الساعه 4 تقريبا ان شاء الرحمن، مباراه النجمه اللبناني، والثانيه هتبقى يوم 2 اكتوبر مع وفاق الصيف. الطرف الثاني في اول اغسطس مع ترجي التونسي، لكن خلينا في المباراه اللي تخصنا هنا، وفي افريقيا بتتاخد واحده واحده يعني، خطوه خطوه، مرحله مرحله. وصلنا للدور قبل النهائي، وعندنا وفاق الصيف المباراه الاولى هنا، وبعد كده المباراه الثانيه هتبقى في الجزائر ان شاء الرحمن. لكن كلمني على اللي قبل وفاق الصيف اللي هي النجمه اللبناني. طبعا النادي الاهلي
معودنا دايما بعد الاحتفال والانتصار هو يوم الماتش بس، وبعد كده بيفصل، لان النادي الاهلي قدر ان هو داخل في كل البطولات سواء بطولات محليه او عربيه او افريقيه. فانا متاكد ان الجهاز النهارده خلاص كله فرح في اوضه اللبس، وبعد كده خلاص روح من بكره يبتدي التركيز، لان الفتره كمان قليله عشان السفر وكده واللعب مع النجمه، ودي بطوله برضو جمهور النادي الاهلي حابب ان هو يحرز البطوله دي، وقاله برضو فتره كبيره ما احرزش البطوله دي، ماشي فيها كويس النادي الاهلي. الماتش الاولاني، الماتش الثاني هناك ممكن يقدر يعوض باذن الله النادي الاهلي ويكمل في البطوله. عنده هيخرج بعدها برضو على مباراه الافريقيه، ودي مرحله صعبه جدا جدا، يعني عنق الزجاج. الماتش اللي جاي فرقه قويه جدا على ارضها، فرقه جامده وشرسه، دربيات طبعا شمال افريقيا، ماتش قوي اعتقد ان عايز استعداد من نوع خاص، خصوصا المباراه الاولانيه هنا والمباراه الثانيه هناك، فبيبقى برضو لها حسابات عند الجهاز الفني. انما اعتقد احنا ناخد يعني مرحله بمرحله، احنا نبص بس لماتش النجمه، واعتقد ان يعني الفول تيم لو لعب ماتش النجمه، لان الماتش الاولاني كان فيه غيابات كثيره جدا جدا، اعتقد ان شاء الله اما الفرقه تبقى كامله هناك نقدر نكسب ونستمر في البطوله. طيب اسامه، الحسابات صعبه مش سهله، يعني اللقاء الاول هنا مع النجمه اللبناني مثلا انت متعادل 0-0، وفي نفس الوقت دماغك وحلمك على البطوله الافريقيه، حساباتها بعد 5 ايام هيبقى عندك وليد سليمان مثلا بادائه الرائع ده النهارده، او احمد فتحي او وليد ازارو، او الحسابات في الفرقه ككل. نتيجه المباراه الاولى برده مش في صالحك قوي، يعني تعادل 0-0، وهتلاقي هناك مع النجمه اللبناني خايف من الاصابات او الاجهاد، الحسابات عند المدربين بتبقى صعبه مش سهله. طبعا موقف يعني مستر كاترون والجهاز لا يحسدوا عليه، لانه كمان لو انت ناهي المباراه هنا في مع النجمه مثلا كسبان 2-3 مثلا، وكانت الامور هتبقى اسهل. انت برضو النادي الاهلي مطالب في كل بطوله بيخشها انه لازم يبقى نمره واحد او الاول، يعني او يبقى يعني يوم بيبقى الظروف غير طبيعيه انك بتوصل مثلا للنهائي، ده زي السنه اللي فاتت مع الوداد. فموقف صعب وحسابات هتبقى دقيقة جدا، لأنه بطولتين ورا بعض في خلال أقل من أسبوع. لكن أنا شايف أنه الطبيعي أن احنا نلعب بأجهز ناس في مباراة النجمة، إذا تغييره يبقى واحد ولا حاجة، لكن مش تغيير يعني 5-6، لأن أنا قلت لك يمكن لو الظروف كانت سامحة أنه يحصل كده، لو أنت كسبان 2-3 كان ممكن، لكن في الوضع ده أنت قفلت الملف الإفريقي دلوقتي، ولازم تركز كويس جدا على مباراة النجمة، ولذلك التغييرات تبقى في حدود ضيقة جدا يعني. وبعد كده ان شاء الله ربنا يوفق في مباراة النجمة، اثناء لو كسبت الماتش من الاول لو حسيت ان في حد عايز هتريحه مثلا تطلعه نص ساعة بدري بعد 10 دقايق ربع ساعة من الشوط الثاني مثلا، لو النتيجة احداث تخدمك، احداث المباراة تخدمك. لكن انا مش من انصار انك انت تروح عامل شقلبه جامده قوي، دي وجهه نظر انا، لكن طبعا مستر كاترون وكابتن يوسف والجهاز ادرى بالظروف دلوقتي، لان زي ما انا قلت انت مش ضامن اللي يحصل بعد كده، لانه حصل معانا قبل كده انك انت ريحت ناس كتير زي الماتش الاولاني. الماتش الاولاني كان هنا كان فيه كتير ما بيلعبش، مش الفرقه الاساسيه اللي كانت بتلعب، عشان كده النتيجه ممكن لا قدر الله تيجي ما توفقش في ماتش النجمه، وتيجي برده ما توفقش في ماتش الافريقي. انت مش الوفاء سطيف يعني، انت مش ضامنها 100%. انت بتتكلم على استمرار في البطوله. ايوه انا بتكلم على استمرار في البطوله، فدلوقتي دي الحاجه اللي في ايدك اللي هي البطوله. انت خلاص قفلت النهارده ملف البطولة الإفريقية، وانت وصلت الدور قبل النهائي، فركز جدا في ماتش النجمة، وبعد كده لكل بقى وقت او لكل وقت أدان زي ما بيقولوا، يبقى بعد كده تفكر في مباراة وفاء سليم. لكن لو التغيير يعني في تغيير كبير قوي، انت ممكن لا قدر الله تخسر الحاجتين. انت انا وبعدين في نقطة تانية، الجمهور مش هيقول معلش احنا خرجنا من البطوله العربيه معلش عشان افريقيا، لا الاهلي ما عندوش كده، انا اقصد كده ما عندوش كده جمهور الاهلي، وعايز كل بطوله حسابات حسابات صعبه فيه. حسابات صعبه صعبه صعبه, صعبة فيها كابتن برضو. طبعًا. انت عندك مثلا عمرو السوليه مش هيلحق مثلا يعني. اوكي، عندك حسابات في نص الملعب ممكن لا قدر الله لو واحد اتعور تبقى مشكله كبيره جدا، عندك حسابات في الخط اللي ورا كمان، حسابات سعد سمير متعور، محمد نجيب متعور،
حساباتك مش سهله يا كابتن. لازم تعمل مرتبط تعرف، حتى لو المباراه الافريقيه الاولى انت عندك القائمه العربيه فيها ناس كتير موجوده، ممكن تلاقي ناس كتير موجود، لكن القائمه الافريقيه موجود محمد نجيب فده متعور، سعد سمير ما تعرفش هيلحق ولا مش هيلحق. الحسابات صعبه، خلي بالكم صعبه جدا. وانا بقول لك الحسابات صعبه، ولكن اذا حصل تغيير يبقى في حدود ضيقه جدا، يعني تريح الناس اللي فعلا مجهده لكن مش انك مثلا خمس تغييرات ست تغييرات. المباريات ورا بعض كابتن اسامه، المباريات ورا بعض. النهارده الاهلي النهارده بيلعب بالسبت، عندك يوم الخميس مباراه مع النجم اللبناني، وخلي بالك برضو في سفر طبعا، يعني انت برضو ما تغفلش حته السفر دي والاراك والجهات، فانت لازم تعمل الروتيشن. بعدها يوم 2 اكتوبر هتلعب وفاق الصيف، عندك مباريات كلها قويه جدا، وكارتيرون بيقول لك في كل مبارياتنا في النادي الاهلي احنا مطالبين بالمكسب. فانت النهارده مروان محسن ان شاء الله يرجع من الاصابه، مهم جدا انه يبدا يدخل الفريق. صحيح. ناصر ماهر ان شاء الله تكون قرصه ودن ليه النهارده استبعاده من المباراه، هو لعيب كويس اخلاقيا برضه كويس، لكن لسه مفتقد لحته الخبرات، وهو صحيح. عنصر مهم وليه دور مهم جدا في فريق النادي الاهلي. اتمنى يكون استوعب الدرس ان شاء الله يكون متواجد. برضه نبدا ندخل، عندنا في مؤمن زكريا، محمد هاني، في كريم ندفت، برضه لازم تقدر تعمل روتيشن النهارده. برضه في اكرم رجليه برضه في الملعب، في الملعب ما بين تبتدي برضه بيشارك وبياخد وقت ممكن تراق يعني. فانا النهارده انا خايف برضه، يعني وليد ازارو بقاله فتره كبيره بيشارك بصفه اساسيه، لا قدر الله حصل له اي اصابه يعني النادي الاهلي برضه هتلاقي فقد يعني تقل كبير جدا أساسي. في الناحيه الهجوميه فلازم احافظ عليه. النهارده برضه النادي الاهلي شارك في البطوله العربيه، من يعني دور النادي الاهلي والوطني والمشاركه في مع تقريب الدول العربيه، فكان يعني خطوه مهمه للنادي الاهلي انه يشترك في البطوله العربيه رغم ضغط المباريات السنه دي. احنا قلنا السنه دي اكبر جدول واكبر مسابقه ممكن تشوفها في تاريخ الكوره، سنه كامله النادي الاهلي بيشارك في دوري، بيشارك في بطولة افريقيا، وان شاء الله يشترك في البطولة الثانية، ولسه البطولة شغالة. فانت النهارده كان عندك الوقت انك لما بتخلص في 11 وبتلعب كأس عالم أندية في 12 ممكن تلعب الدور التمهيدي في افريقيا في شهر 3، فعندك وقت. لا ده انت السنة دي علشان تمشيها مع دوري ابطال اوروبا فانت هتبدأها في شهر 11، فده جهد جامد جدا. زي تاني حاجة عندك لعيبة بتروح منتخبات، منتخب مصر الأول أو منتخب أولمبي، عندك كأس مصر، عندك سوبر مصري، يعني الدنيا السنة دي فعلا. فالنهارده طبعا كارتيرون يعني هو السنه دي ما شاء الله، يعني للوقت اللي احنا بنتكلم فيه ما بين دوري وما بين افريقيا وما بين البطوله العربيه الروتيشن بيعمله بنسبه 100%. أيوة. يعني موفق فيه الحمد لله. وده كمان هو قال لك في بدايه كلامه، انا عندي 25 لعيب، انا هستعين بكل اللعيبه اللي عندي، ما عنديش لعيب مهم ولعيب مش مهم، لا كل اللعيبه مهمه. وفعلا الكلام اللي هو قاله النتائج ساعدت بيتحقق دلوقتي. النهارده احنا بنشوف احمد حمودي بيديله فرصه، هو عنده ثقه في الناس كلها. صحيح. ودي حاجه بتميزه انه مدي الثقه للناس كلها. في وقت من الاوقات بنشوف شريف اكرامي ما عندوش مشكله، شريف اكرامي او الشناوي ما عندوش مشكله، هو يعني الراجل اللي بيميزه انه بيتكاف مع اي وضع، ما بيقولش ما بيطلعش يقول لك اصل انا عندي اصابات الحجج، اصل انا الاجهاد. كان في فتره من الوقت بيقول الاجهاد، لكن بيتعامل مع الوضع وبيعمل ازاي التوليفه وازاي الروتيشن. صحيح. ازاي بيوظف اللعيبه. لكن يعني مباراه النجم اللبناني طبعا النادي الاهلي بيلعب في كل نقطات مطالب بالمكسب، فلازم يعمل روتيشن داخل الملعب عشان عندك برضو بطوله مهمه. يعني جمهور النادي الاهلي البطوله الافريقيه بالنسبه له حاجه كبيره جدا برضو، بقى لنا احنا من سنه 2013 بعاد عن بطوله افريقيا. بطوله افريقيا برضو الدوري يمكن 14 كانت كونفدراليه، بوابه كبيره ليك لكاس عالم انديه. يعني برضو انت ازاي تعمل التوازن ما بين البطولتين، ان شاء الله يكون موفق فيها يعني كارتيرون والجهاز الفني خلف. عايز اقول برضو ان يعني اضيف على الكلام ده ان النادي الاهلي برضو الحمد لله ان شاء الله يعني يكون فرصته زادت بعد خروج الفرق اللي خرجت امبارح، فدي برضو يعني بتقربنا اكتر ان شاء الله من من البطوله يعني ان شاء الرحمن. طيب عندك حاجه كابتن اسامه قبل ما نختم؟ لا لا انا ما طبعا ما عنديش، انا متفق في موضوع الروتيشن، بس انا بتكلم طالما انت بتشارك في بطوله التغييرات تبقى في حدود أنا انك انت لازم يعني انا حاسس انت عايز تقول ايه، انت عايز بعد ما وصلت لحاجه فنيه عاليه قوي ومستوى عالي جدا ونفس الوقت النتيجه الاولى مش مساعداك، فالموضوع ما يبقاش لورا تاني مظبوط يحصل رجوع في حاجه. كابتن اسامه عايز تقول حاجه قبل ما لا كابتن سيد كابتن حشيش ماشي. طيب يبقى مبروك لكل الاهلاويه، الصعود للدور قبل النهائي هو هدف من الاهداف
ورقم من الارقام القياسيه اللي بيحققها الاهلاويه، لكن في نفس الوقت مش الهدف الاكبر. الهدف الاكبر باذن الله هيتحقق يا اما في انجولا يا اما في تونس، لان دي المباراه النهائيه اللي ان شاء الرحمن باذن الله هتبقى في نوفمبر اللي جاي. اللقاء النهائي الختامي يا هيبقى في تونس على ارض الترجي ورادس من جديد، يا اما في انجولا واول اغسطس. محطة وخطوة بنمشيها واحدة واحدة للأميرة الإفريقية، البطولة الأغلى والأقيم والأكبر والأقوى طبعا في القارة السمراء أو القارة الإفريقية. أول حاجة أختم بيها طبعا يومنا النهاردة، الأهلي كمان على موعد جمعية العمومية يوم 28 بإذن الله لإقرار لائحة النظام الأساسي اللي هيصوت عليها جمهور أو أعضاء جمعية العمومية للنادي الأهلي يوم 28 إن شاء الله رحمن، كبديل للائحة الاسترشادية. كله يروح كله يشارك. النادي الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا والوطن العربي، وهو الأكبر بإذن الله في جمعية العمومية اللي هتبقى موجودة يوم 28. روح وشارك في تحديد لائحتك، تحديد نادي أو تحديد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي كأكبر نادي في الشرق الأوسط. بالتوفيق اللي جاي لفريق النادي الأهلي، وكل التوفيق لكل فرق النادي الأهلي مش في كرة القدم بس. تصبحوا على خير، وهتقابل معاكم بكرة بإذن الله في يوم جديد من الملعب الأهلي الساعة 11 بإذن الله.